السلام عليكم ورحمة الله مشاهدون الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم على الهواء مباشرة. نلتقيكم في حديث الناس، دوما نؤكد أنه حيثما كان للقضايا والأحداث ما بعدها كنا حضورا لأجلكم. اسمحوا لي في مارس أن أحيي المرأة السودانية، كل عام وأنت بخير عزيزتي، كل عام وأنت مناضلة صابرة. على امتداد التاريخ السوداني وعلى امتداد الحقب السياسية المختلفة ظلت المرأة حاضرة، وكانت حاضرة توقع على دفتر انتصارات خاصة جدا بها، تعطي حواء مكانتها الحقيقية. نحاول أن نقرأ اليوم الواقع السياسي في السودان وآخر تطوراته من خلال ضيفاتي، هن مشاركات وموجودات ولهن حركهن الخاص بشكل فاعل. نحاول أن نطرح عليهن أسئلة وأن نقرأ واقع مشاركة المرأة السودانية مستقبلا في العملية السياسية وتطوراتها. أرحب بضيفاتي داخل الأستوديو، الأستاذة عالية أبونا الناطقة الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية. مرحبا بك أستاذة عالية. مرحبا، أنا تميل مرحبا مشاهدينا. أيضا نرحب بالأستاذة نفيسة بكري، عضو بالتجمع الاتحادي. مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بكل المشاهدين، مرحبا بكل الناس المعرفة. أيضا نأمل أن تلتقي بنا قريبا داخل الأستوديو الأستاذة مريم الشريف الهندي، رئيس تجمع المهنيين الاتحاديين، هي في الطريق إلينا. ولا صاحبتك السلام. نبدأ تفاصيل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بعد أن نتابع التقرير الأول كالعادة. تشهد العملية السياسية في السودان تعثرا واضحا وتحديات جديدة تعترض مسارها، وذلك بعد الخلاف بين رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دجلو. ولكن ظل رئيس مجلس السيادة ونائبه ينفيان توتر العلاقة بين الجيش والدعم السريع، بل وأكد البرهان وحميتي في أكثر من تصريح تماسك الأجهزة النظامية، مشيرين إلى ضرورة تكوين جيش قومي واحد. تأتي هذه الخلافات على الرغم من الحديث عن اقتراب الحل، وذلك استنادا إلى الاتفاق الإطاري المبرم في 5 ديسمبر الماضي والإعلان السياسي المرتقب. في مستهل الأسبوع الجاري التقى رئيس مجلس السيادة بنائبه ببيت الضيافة بالخرطوم، لقاء استعرض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وخلص إلى تكوين لجنة مشتركة من القوات النظامية وأجهزة الدولة ذات الصلة وحركات الكفاح المسلح لمتابعة الأوضاع الأمنية بالبلاد. كما تناول اللقاء سير العملية السياسية وضرورة المضي قدما في الترتيبات المتفق عليها. الشاهد أن اللقاء تزامن مع البيان الصادر عن مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة، الذي أكد من خلاله التزام القوات المسلحة بالعملية السياسية الجارية وبكل ما ورد في الاتفاق الإطاري، حيث حمل البيان عددا من الرسائل الإيجابية والمهمة. من جانبها رحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالبيان، داعية إلى التأسيس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة. وفوق هذا وذاك، يرى خبراء أنه بعد أن كانت العملية السياسية متوقفة على تقارب وجهات نظر القوى المدنية، أصبح الوضع الآن ربما في حاجة إلى توافق بين المكونات العسكرية. ومع تباين وجهات نظر الخبراء إزاء الخلافات، تبقى السيناريوهات مفتوحة بشأن مستقبل الأزمة السياسية في السودان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، التقرير واضح تماما، نبدأ مباشرة على ضوئه. أول الأسئلة معنا، أبدأ معك أستاذة عالية. يعني تابعنا في الأسابيع القليلة جدا الماضية التصريحات، ربما يمكن أن نقول صراع ما بين قيادات الجيش وقيادات الدعم السريع، لكن تم مؤخرا لقاء، ربما نحاول أن نقرأ تأثيره على واقع العملية السياسية وتحديدا على الإطار في الأيام القادمة. أول حاجة مرحبا بك، ودار هني كل المرأة السودانية بمناسبة مارس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس ويومنا كنساء، بحيي فيه كل نساء الوطن ونساء في العالم أجمع. العملية السياسية في الفترة الأخيرة يعني اتحول فيها الصراع من المدني مدني لعسكري عسكري.
ويعني الصراع أصبح كان سافر وكان ماشي داخل السودان في هالكة كبيرة جدا جدا، لكن الإرادة بتاعت الشعب السوداني وإرادة العسكر تقريبا بقت قوية والوسطى واتحلت المشكلة. أول ما اتحلت ما عندنا نحن، ما أنا شخصيا اللي وصل لي متواتر في الميديا، يعني ما في معلومات مؤكدة إنه الصراع فعلي، لكن أنا بقول إنه لو في صراع، الصراع أوجد الاتفاق الإطاري باختصار شديد. الاتفاق الإطاري هو اللي أوجد الصراع الموجود في الساحة الآن. العسكر والعسكر ما كان عندهم مشاكل قبل ما يوقعوا اتفاق إطاري. الاتفاق الإطاري بيقر لأول مرة في تاريخ العملية السياسية في السودان، بيقر بوجود 2 جيش، 2 قائد، واحد تبعه لرئيس مجلس الوزراء وواحد خلوه في المجلس العسكري. فبالتالي يعني وضع طبيعي، انا بتناكف معاك، ما انت اديتني انا السلطه وبقيتني انا غايد، وده غايد، دورين في الزريبه ما بيقعدوا. فوضع طبيعي يحصل الخلاف الموجود بشكله الحالي. يعني الاتفاق الاطاري هو الطرح اللي حول الصراع ما بين العسكر وما بين العسكر والعسكر انفسهم. اصلا العمليه بتاعت الاندماج دي ما مشكله، يعني ممكن يتشاكلوا فيها. ما هو قانون الجيش الدعم السريع؟ الدعم السريع في تعريفه قوة عسكرية تتبع للجيش السوداني. أنا ما بتخيل لي إنه حيكون في مشكلة في إنك أنت تدمجها. إذا أنت مشيت وقعت مع الحركات وجيت جبت الحركات دي بكامل عتاتها وغررت إنك أنت دار تدمجها وما في انفلات حصل من الحركات، دي الناس كانوا بيحاربوك، أقل ناس حاربوك بيكون 15 سنة. طيب ما عندك خلاف مع ناس زي دي، الناس اللي انت انشاتهم من داخل المنظومه بتاعتك هيختلفوا معاك في مساله الدمج؟ انا بعتقد انه الخلاف سياسي بحت، الخلاف ما عنده علاقه بالمنظومه العسكريه، لانه في الجيش في تراتيبيه، انا بتكلم من بيز عسكري، رئيس في تراتيبيه، في حاجه اسمها كوماند، كويس؟ الاقدم منك في العسكريه بقول اقدم منك ارجل منك. اوكي، يعني البرهان كقائد عام وفقا لما وصفته الجنود الاطاري انه هو القائد الاوحد للجيش العام، لو ادى تعليمات لزول في صفوفه وقال له يا اخي اعمل حزيه في الحته الفلانيه المفروض يعمل حزيه وما يتكلم. المشكله وين؟ انك انت مقاوم الدنيا ومقعدها، المشكله في انك انت اديت زول سلطه، يعني هو يعني انا ما بقول ما بيستحقها، لكن احنا ما في مرحله انه نعمل جيشين في بلد. حتى الاتفاقية بتاعت سي بي اي في جنوب السودان، اتفاقية وقفت أطول حرب في القرن في الوسط في الإقليم، أطول حرب وقفتها، ما كان في جيشين، كان في حاجة اسمها مشتركة. ليه؟ عشان نحافظ على سيادة الدولة والجيش الواحد. أنت جيت باتفاقية يعني عملتها قلت يا أخي أنا بتبع الجيش الدعم السريع بتبعه لرئيس مجلس الوزراء، صلاحيات من رئيس مجلس الوزراء، اقريت بوجود جيشين. فكره انك انت اوجدت جيشين انت كده خلاص ثبتت انه لازم يكون في صراع، احنا 2 في نفس المستوى بنمتلك نفس العتاد بنمتلك نفس الحياه، وده طبيعي يكون في خلاف. مفهوم استاذ علي. طبعا انا اخذت معك ده كمدخل، وحضرتك كتله ديمقراطيه، وانا بدات من المحور ده اعتقد كمدخل لجميع ضيوفي مناسب بواقع انه ده اخر الاحداث الان في الساحه السياسيه لاهم بدل اقول هي قضايا، يعني ما ركز عليه الشارع السياسي بصوره عامه. اسعد مشاهدينا انه ارحب بانضمام داخل الاستوديو الاستاذه مريم الشريف الهندي، رئيس تجمع المهنيين الاتحاديين. مرحبا بك استاذه. مرحبا، اهلا بك. طيب بنفس المدخل استاذه نفيسه، يعني تم هذا اللقاء مع قادة الجيش وقادة الدعم السريع وأطراف الإطاري، هل يمكن أن يكون يعني يذيب ربما الجليد ويزيح جمود التوتر الذي كان في الأيام الماضية وهذه التصريحات، ويجعل يعني مدخل جديد ربما لاسترخاء سياسي في المشهد؟ طيب في البداية أول شيء بحيي المرأة السودانية على نضالة على مدى التاريخ وعلى مدى القرون، بحيي شهداء النضال السوداني من أول شهيد لآخر شهيد، نتمنى الدم السوداني بأنه يجيب بصورة جادة. اللقاء اللي تم ما بين مكونات الاتفاق الإطاري هو لقاءات جاءت بصورة دورية ما بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري في حد ذاته، للنظر في القضايا المتعلقة بشأن الاتفاق الإطاري وصول فيها ل يعني نصل فيها لنقاط مشتركه ما بين المكونات حقت الاتفاق الاطاري في حد نفسه. الفتره الاسبوع السابق شهد يعني كان في تجاذبات ما بين المكون العسكري تحديدا، هي في الاساس لو جينا عايننا بنلقى انه يعني بتدل على انه في ازمه اساسيه حقيقيه هي قاعده في الدوله السودانيه. الازمه دي هي كانت تعتبر واحده من يعني اس الاشكالات اللي واجهت الدولة السودانية في الفترة حقت 30 عام الفائت يعني أو السابق، اللي هي فكرة الجيش القومي المهني الموحد.
بنلقى فيه كمية بتاع في تعدد بتاع الجيوش بشكل كبير شديد. التعدد بتاع الجيوش ذاته وشكل الاستقطاب اللي كان بيتم داخل المؤسسة العسكرية سواء على البناء العقائدي أو القبلي أو الجهوي أو غيره من الأشياء، كل أنتج ليه الخلل والهشاشة الأمنية اللي قاعدة حاليا في البلد. الحاجة اللي حصلت دي هي اللي سببت لي أزمة بتاعت إنه يكون في انا بس يعني انا تحليلي للمشكله انه يعني هو صراع ما كان صراع ما بين مدنيين ومدنيين في الاساس، يعني في البدايه ثوره ديسمبر لما بدت هي ما بدت لصراع ما بين مدنيين ومدنيين، ولا لما جه حصل الانقلاب هو حصل بسبب صراع ما بين مدنيين ومدنيين. الاساس في القصه دي انه الصراع ما بين العساكر وما بين المدنيين. المؤسسه العسكريه في عقيده راسخه بتتكلم عن انه هم عندهم او يعني في مفهوم داخل المؤسسه العسكريه عن انه المكون العسكري هو اللي عنده الحق في انه يملك السودان باعتبار انه هو عنده القوه سواء قوه اقتصاديه سواء قوه بالمعنى الكمي للقوات وغيره من الحاجات. الحاجه دي اتبلورت لي في ثوره ديسمبر واتبلورت لي في الخطاب اللي كان طلع من الثوره ذاتها، اللي هو كان واحد من اهم اهداف الثوره اهم ما بعد ثوره ديسمبر انه احنا عاوزين نزعل انه يكون في شكل بتاع اصلاح عسكري داخل المنظومة الأمنية وداخل المؤسسة العسكرية في السودان عشان ينتج لي شكل بتاع جيش مهني موحد. الحاجة اللي هي السودان فقدها تاريخياً لفترات طويلة شديد. التجاذبات ما بين المكون العسكري هي تجاذبات نادرة من إنه مخاوفهم وتمترسهم اتجاه إنه هم دارين عرفوا الاتفاق الإطاري ذاته بياته بتحط نظر. الاتفاق الإطاري من أهم مبادئه أو من أهم الحاجات اللي هي جات فيه، واحدة من أهم الورش حتى ذاته هي للآن يعني حتقوم في الفترة القادمة اللي هي ورشة الإصلاح الأمني والعسكري عشان نصل لشكل بتاع جيش يكون يمنع لي الهشاشة الأمنية ويمنع لي سفك الدماء الحاصل في البلد. مفهوم مفهوم. إذن برحب بك يا أستاذة مريم، كل سنة وأنت طيبة. قد بدأنا التهاني بهذه الحلقة للمرأة السودانية بشهر مارس شهر المرأة، مرحب بك كثير، ويعني نأخذ معك مدخل قراءتك لآخر تطورات المشهد السياسي عقب التصريحات كانت بين ربما قادة الجيش وقادة الدعم السريع، من ثم ذلك الاجتماع الذي جاء لاحقا يعني كان الطرف الثالث فيه هو أطراف الاتفاق الإطاري. نعم، سعيدة جدا بالتواجد معكم في قناتكم الأنيقة، وبهنئ نفسنا على اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم والأشياء اللي ممكن تكون مخففة عن الاحتقان فعلا اللي احنا فترة طويلة جدا يعني ما كدنا نرتاح من حدث وإلا يرفق آخر خلانا يعني في حالة بتاعت يعني العيشة في جو ضبابي ضبابي، ما بتقدر تتكهني يعني بدون خلاص الأمور انجلت تيجي تلقي نفسك أصبحتي، واللي آخر التجاذبات والتقاطعات انحكت بين الشركاء وأعني المكون العسكري والقوى الحرية التغيير المركزي وصلت مؤخرا إلى صراع الجنرالات. أنا في تقديراتي نحن ما بنبشر ولا بنكون مرتاحين لما نكون في هذا الشكل من أشكال الصراع داخل القوة العسكرية، لأنه معروف إنه التجاذب أو الشد نتيجته معروفة على المواطن السوداني، حيكون في انفراط في الأمن ناهيك عن السيولة الأمنية أصلا موجودة بالبلدي كده، ما حبابه يعني صحيح نحن ما حن نزكي فئة، هم الاثنين فريق واحد وشركاء، أنا مسميهم الشركاء المتشاكسون. فطرحنا كام مبادرة في إنه الرأب الصدع ما بين الأطراف للنظر في نقاط، خصوصا إنهم كلهم موقعين يعني على شركاء يعني، فالمبررات بالنسبة لنا ما موضوعية يعني، السبب في تقديرنا إنه على الشركاء داخل المكون العسكري انهم يقعدوا وينظروا في نقاط التقاطعات والنظر في رأب هذا الصدع. في تقديري التدخل المهام تقاطعات المهام التدخل العساكر في الشؤون السياسيه والقوى المدنيه في الشؤون السياسيه هو سبب من الاسباب اللي خلق هذه الازمه، يعني لو خلوا كل جهه تنظر في كيف ترأب صدع وتنظم نفسها دون تدخل، أنا في تقديري كان زي ما أقول لك أهل مكة أدرى بشعابه، فده كان في تقديرنا إنه أوفق. وأنا أحس مؤخرا بحسب متابعتنا إنه الكون العسكري كلهم يعني نقول
نظروا في كيف رأب هذا الصدع للمضي قدما بالسودان لمرحلة كل الناس منتظرة. مفهوم. أستاذ عالي، احنا المرحلة اللي كل الناس منتظرينها دي، احنا الآن خاصة في الشارع السياسي السوداني احنا منتظرين اكتمال التوقيع على الاتفاق الإطاري. في رأيك، في ظل كل هذه المعطيات اللي كانت مدخل لحديثنا اليوم، هل متتوقع يكون في نقلة كبيرة توصلنا لي يعني توقيع نهائي؟ يعني ما عايز احدد اقول لك قبل رمضان، لكن خلينا نقول في المستقبل القريب، وان كان يعني تداول الناس حديث حول انه ربما قبل رمضان، ربما اكتمال الاطاري في اتجاه اخر، ربما الدعوه لتكوين حكومه تصريف اعمال، يعني هكذا يعني نسمع كل يوم بشيء متوقع في ايام قليله قادمه. هو زي ما بيقولوا الناس تكوين حكومة قبل رمضان، زي ما بيقول شقيقنا فولكر أو رفيقنا فولكر، هو قال إحنا هنسرع بتكوين حكومة قبل رمضان. شوفي، المشكلة بتاعت السودان دي ما مشكلة بيحلها 6 نفر على الإطلاق. الاتفاق الإطاري في بنوده الداخلية فيه حاجات كويسة جدا بالمناسبة، ما كله كعب. الحاجة الجوهرية الكعبة فيه إنه هو إخصائي، عاوز 3 أنفار ولا 5 نفر هم يقرروا في شأن البلد الكبير. السودان مشكلته لا بتشبه رواندا ولا بتشبه جنوب أفريقيا ولا بتشبه شيلي. السودان مشكلته إثنية، عرقية، دينية، مناطقية ذات. كويس، فمنو أنت تجي عشان دار تحل مشكلتي دي كلها؟ ما كان في معالجات لداخل الإطار ممكن يكون في معالجات في حالة واحدة بس، كنا نقعد كسودانيين والسودانيين كلنا نقعد نخط رؤيتنا واضحة بشكل واضح في مانديت واضح، بعد ذلك بنقدر نقود السودان. أي حكومة تكونت في الفترة دي بنفس الشكلية اللي هسه ماشي بيها الاتفاق الإطاري بتاع التعنت والتزمت والمزايدات بتاع إنه منو يوقع ومنو ما يوقع. أقدر أقول لك حاجة بالنسبة للناس الإطاريين دي، الإطاريين انتقلوا بوساطة العسكر ووساطة الثلاثية والرباعية في إنه يقعدوا مع بعض من المكونات السياسية بما فيهم الكتلة الديمقراطية. نحن يا جماعة كده نقعد نشوف الحد الأدنى بيناتنا شنو من التفاهمات، نحن مختلفين في شنو، في كيف يحكم السودان. اتفقوا في 3 ساعات، الناس دي جابوهم في وساطه وقعدوا ومشوا طلعوا حاجه اسمها الاعلان السياسي واتفقوا عليه. كويس، في منو يحكم السودان اختلفوا ليوم الليله، منو اللي يوقع على الكلام ده عندهم وجهه نظر. المعايير شنو ما معروفه، يعني لو كانت في معايير واضحه مثلا الوثيقه الدستوريه كانت شفافه جدا جدا في تفاصيلها وقالت يتم مشاركه كل القوى السياسيه عدا المؤتمر الوطني، في شفافيه في الموضوع. لكن هنا لاهواء بعض الناس بقول لك انا ما دايرك انت توقع في الوثيقه الدستوريه او في الاعلان السياسي او في الاطاري. هو ار يو والريزون شنو؟ ومن اللي انت اداك احقيه في السودان اكثر مننا عشان تقول لي انا اوقع وانت ما توقع؟ انا بعتقد السودان ده حقنا كلنا. من المنطلق ده، عفوا استاذ، يعني من المنطلق ده جاء اعتراض الكتله الديمقراطيه. بالضبط، اهل الكتله الديمقراطيه بما انه حضرتك ناطق رسمي، يعني الكتله الديمقراطيه بيقولوا لك نحن عاوزين اول بدو، نحن عاوزين مني وجبريل، النيم ذاته حتى اسامي هياكلهم التنظيميه بقت لهم كثيره او عصيه، هم دايرينهم بالمندات بتاعهم، هم اصلا حركات يعني موقع على السلام فقط ليس الا، ما دايرينهم كاجسام سياسيه. في زول بعد 3 سنة قال لك يا اخي انا شلت التوب بتاع العسكريه بتاعتي وده وضعي طبيعي جدا جدا وبقيت مدني وعملت لي كتله سياسيه، الكتله دي انا داري اجيبها، بترفضني ليه؟ ما انت قلت التحول الديمقراطي، ده انا التحول حاصل لي، الديمقراطيه في انه انا اعبر عن رايي وانت تعبر عن رايك، عبر عن شكلي انت تعبر عن رايك، انت بتقمع الديمقراطيه وقدرت تتحول كيف؟ فانا بشوف انه لو السودان ده يمشي لمنزلق منعطف خطير جدا جدا يسرع في تكوين حكومه، لو كون حكومه بالوضعيه الماشي بها الاطار دي، انا بعتقد انه ده نهايه السودان، يعني هنخش في دوامه ما عندها اول ولا اخر. مفهوم. طيب استاذ نفيس، يعني تعليقك على هذه النقطه، يعني المتوقع للاطار في الايام القادمه اضافه يعني الجوله الخارجيه اللي بيقوم بها وفد الاطار في هذه الايام، يعني ما الهدف منها في ظل كل هذه التعقيدات الآن داخل المشهد والتباين؟ الأولى ربما مخاطبة الداخل أم هناك هدف ورسالة حتى هذه الجولات في هذا التوقيت؟ طيب يعني الاتفاق الإطاري أو المكونات الموقع الاتفاق الإطاري هي حاليا ساعية في أنها تصل الداخل والخارج، تحديدا في الداخل كان في شكل بتاع الحرية والتغيير، كان عملت شكل بتاع زيارات قبل التوقيع، وحاليا في الورش المقامة في هذه الأيام أو في تحديدا يعني بكرة حتنتهي ورشة العدالة الانتقالية في إقليم كردفان. الغرض كان من الورش دي إنه إحنا يتم فتح مساحات للنقاش حول قضايا هي بالنسبة لنا هي قضايا
مصيرية وسببت أزمات على تاريخ السودان يعني منذ القدم. زي ما قلت الورش هي يعني حتى الورش اتضمنت في الأساس كانت مع أصحاب المصلحة الحقيقيين بتعريفاتهم الحقيقية، سواء يعني العدالة الانتقالية. الورشة كانت في البداية في تمت ورشة في الدمازين النيل الأزرق، تمت ورشة في كردفان، وفي ورشة حتتم في الشرق. بعد ذلك حيعقد شكل بتاع مؤتمر اللي جمع التوصيات من أصحاب المصلحة الأساسيين. دي فيما يخص الجانب الداخلي. زي ما قلت في شكل بتاع زيارات بصورة دورية بتم للولايات للمناطق للأقاليم. فيما يلي موضوع الخارج، هي في جولتين، في الجولة الأفريقية، في الجولة الدول الإقليمية العربية. بدأت أولى الجولات كانت اللي هي الجولة الأفريقية، كانت دولة جنوب السودان بحسابات اللي هو احنا في النهايه شعب يعني عانى مراره من نفس المنظومه، او من نفس يعني نفس التاريخ السياسي اللي هو كان صعب علينا الاثنين. الزياره مع دوله جنوب السودان تناولت يعني تفاصيل كثيره. الغرض حاليا في زياره في الامارات. الغرض الاساسي من موضوع الزيارات دي هو موضوع انه نوصل رسائل تطمينيه لدول الجوار تحديدا ودول الاقليم بانه الحريه والتغيير كمكون من مكونات الاتفاق الاطاري هي ساعي لانها هي تمشي في اتجاه انها تحل الازمه السياسيه اللي بتعاني منها البلاد. كذلك النقاش حول القضايا الاستراتيجيه باعتبار ان السودان هو عنده موقع جيوستراتيجي ممكن الناس في 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 المستقبل انها تقدر تستفيد من الوضع الجيوستراتيجي مع البلدان المجاوره والبلدان الاقليميه. كذلك برضو الغرض منها اللي هو طلب الدعم يعني تحديدا من الدول حقه الجوار والدول حقه الاقليم بدعم الحكومه في الفتره الانتقاليه القادمه ان شاء الله. مفهوم. طيب استاذه مريم، يعني من منصات مختلفه يعني طرحت مبادرات وناديتي بانه يتم التوافق على الاقل يعني لجمع شتات هذا المشهد الآن، ولخلق توافق أو قدر من التوافق بين فرقاء المشهد. كيف كان التجاوب أو التعاطي معه؟ شكراً على السؤال ده، وهو فيه إجابة على الطرح اللي طرحته قوى الحرية والتغيير المركزي. إحنا ما محتاجين للكلام اللي بيعمل فيه بكل قوى الحرية والتغيير المركزي. بمبدأ اللي بيحتاجه البيت بيحرم على الجامع. فنحن بلدنا ما عاقر من الرجالات والمفكرين، سواء كان مرأة ولا رجل، عشان أنا مش هستورد ليه أفكار ما حتحس بي. زي اللي انت بتاكلي اكل معلب كويس، وبعدك اللي بيجيك من المجتمع الدولي ده عموما بدفع ثمن البنزين اللي بيركبه بيجيك. اتفقي معي انه الان المجتمع الدولي بيعاني من مشاكل اقتصاديه رهيبه، فما بتوقع ولا واحد في المليار انه اذا اداك دولار باليمين حيشيلوا منك كم بالشمال. ممكن ما حيشيلوا من قحط المركزي، حيشيلوا مننا احنا اللي قاعدين في هناك. فبعدين ده الحاصل ده قبل ما اجاوب لك على الحته دي، يعني الحريه التغيير المركزي هي اصلا مدعومه يعني، ولدرجه انه لحد القوى المجتمع الدولي جاء وقاعد في منابره وماسك مايكاته ومحدد الاقامه، ما لعب دور الوسيط وانما دور الالفه يعني. فانا في تقديري ما في مبرر لهذه الرحله المكوكيه، ما احنا ما محتاجين ليها عشان نقول شنو يعني. الكلام ده يعني ما مقبول، ما مقبول، ما مقنع بطريقة ما في حوجة. ما مقنع يعني فروات يعني ربع الميزانية اللي أنا بمشي بيها، سواء كان الإمارات أو جنوب أفريقيا أو جنوب السودان ولا أي بلد، عشان أنورهم بحاجة. أصلا هم هي سفاراتنا، هي حايمة هنا وعارفة الحاصل، ما بتحتاج لي إنه أنا أمشي عشان يخطوني في الديوان ولا وزارة الخارجية عشان أنورهم وأقول لهم ادوني دعم. دعم نحن بلدنا ما دايرة دعم، نحن محتاجينه زي ما قالت الأستاذة، محتاجين نحن نحن نقعد مع نحن، أهل السودان يقعدوا مع بعض. وده الجزء الثاني في الكلام في اللي هو في سؤالك. نحن محتاجين لمصالحة، نقبل بعض بحسب تركيبتنا الإثنية والجهوية والعرقية واختلاف ألواننا وألسنتنا. وما في عندنا خمسة إذا أنا ما غلطانة ألف له اسمها شنو، 500 قبيلة وأقل منها أو قدرة لهجات. فأنا ما هو يعني المجتمع الدولي حيفهم يا واحدة فيهم، حيفهم مزاجي كيف. بعدك أنا ما بعمل ورش في قاعات، أنا لو عايز أحل مشكلة الشرق مش أقعد معاهم في أرضهم. لو عايز أحل مشكلة الدارفور الكبرى أو النيل الأزرق أو إيفرتس، أنا مش أقعد مع الناس في الوطن بجبر خاطرهم أول حاجة.
بعدك بشوف مشكلتهم شنو، ما بحدد يعني. يعني انا لما تحدد اقامتي في بلدي، انا بفهمها في اي بلد تاني، انه انا ممكن اكون زول وافد بحدد اقامتي من هنا لهنا انت موجود، لكن انا ممكن انا لا تحدد اقامتي انا في داخل وطني، انت يصنفوني انت ما جزء من ال سواء كان قوة الثورة أو سواء كان قوة سياسية، أو يعني يصنفوني داخل بلدي و it's unfair. أنا في تقديراتي. طيب. إذن نعم. هي لإجابة سؤالي تفضلي، إنه الحل كيف قرأتي أيوة نعم. هذا الحل بكل خلال المبادرات؟ شوفي نعم، محتاج السودان يقعد في منصة بتاعت مصالحة وطنية حقيقية. نقعد نحن في حسب تركيبتنا، السودان مكونه مبني على زي ما قلت الأستاذة على القبلية، لسه احنا متمسكين بها، ما في زول ما عنده قبيلة. نستدعي هذه القبائل وتقوم الشباب يربطوا نفسهم بالإدارات الأهلية والمكون الأهلي في الولاية المعنية مع اللجنة الأمنية في الولاية، ويقعدوا كل أهل ولاية في منطقتهم يناقشوا مشاكلهم من دون ورش، من دون وساطة دولية، من دون ناس كلها تيجي تقعد. طيب استاذه مريم، انت اوريدي يعني اوريدي حضرتك طرحتي هذا الفكره وناديتي به. نعم هذا هو الاستجابه كيف كانت؟ نعم انا ما دي جايك للطرح، هو بالطريقه دي والاستجابه كانت منطقه غرب دارفور، شباب الولايه يتواصلوا مع ادارات الاهليه، والكلام ده جابوه في الاخبار قبل يومين، وكان في استجابه جميله وكريمه جدا من الادارات الاهليه، وفي تكاليف عليها بالتنسيق مع اللجنه الامنيه في الولايه بنفس المستوى. يعني احنا بنناشد انه العدوى تنتقل الى غرب وشمال، غرب وشرق، غرب وجنوب دارفور، هم كده خط وسط وغرب وجنوب وفوق زي المثلث كده شمال دارفور. العدوى دي لو انتقلت ما بين الشباب والادارات الاهليه واللجنه الامنيه عشان تقدر تربط النسيج المجتمعي، دي مسيره بالمناسبه الادارات الاهليه مسيرتها في السودان اطول بكثير من الاحزاب، معروف مكونها ثابت، ممكن معالجة أي خلل فيها. لما نعمل مجالس الصلح دي أنت محلها، في ناس بيقول لك يا أخي نحن عندنا مستحقات ما تهضمه. أنا الليلة لو عندي أي مظلمة أنا عارفة في مجلس بتاع صلح بيجيب لي حقي منك، سواء كان أعفيك أو سواء كان أخذ حقي، لكن في النهاية فكرة المصالحة الوطنية بتبتدي من هنا. شرق السودان نائب رئيس المجلس الأعلى نظرة البيئة والعموديات المستقلة توفى، وبقت هذا الملم الحزين مجلس الصلح كل البيئة في شرق السودان، إذا قد كلها انعكاسات إيجابية، لأن السودانيين عندهم الاستعداد الفطري للمصالحة الوطنية من دون أي وساطة، وهذه هذا السلوك بيقفز على ممارسات السياسيين الغير ديمقراطية، إذا بنتحدث عن الديمقراطية عشان مسلسل الكنكش على بالنسبة للكراسي. مفهوم. أيوة. مفهوم. حاجة مهمة جدا يعني أبعاد المصالحة الوطنية على الإقليم. ده سؤال مهم جدا. الآن المملكة العربية السعودية في مبادرة بتاعت صلح لعبة فيها الصين ما بين إيران والسعودية، إذا حصلت نجحت هذه الفكرة المصالحة الإقليمية من الخليج كله، معروف المملكة العربية السعودية وتأثيرها على الإقليم الخليج كله، انعكاسات يفترض ده الوقت المناسب إن السودان يدخل في مصالحة داخلية. العالم الآن بيتوجه لسياسة المصالح قائم على الاقتصاد، والسودان موقعه استراتيجي، فنحن دي فرصتنا الذهبية، لأن صحيح. إحنا لازم السودان يصل الآن لمصالحة بأي ثمن. مفهوم أستاذة مريم. طيب أستاذة يعني أستاذة عالية، التنسيقية الوطنية للتحول الديمقراطي هذا اسم جديد، ربما كيان جديد سمعناه في الأيام الماضية، فيه أغلب مكونات وقيادات الكتلة الديمقراطية، يا ريت توضحي لنا إذا كان يعني في فرق، وهل إذا كان في أعضاء يعني حقا في الكتلة الديمقراطية معضى في هذا الكيان؟ أول حاجة قبل ما أرد على سؤالك ده أرجع لنقطة بسيطة عشان هي في سياق بتاعت التأطير للخلاف بتاعنا كسودانيين. ذكرت ضيفتك الكريمة انه نحن مشينا عملنا الورش مع اصحاب المصلحة، دي منو اصحاب المصلحة ومنو ما اصحاب المصلحة في السودان؟ البيزون وطن نحن بقسمونا في ناس اصحاب مصلحة وفي ناس ما اصحاب مصلحة. الكلمة دي هي اللي خلت السودان من قبل 56 الناس بتتشاكل ليوم الليلة،
خلت انه احنا ما في تسامح بيناتنا. فاحنا لو دارين نحل مشكله السودان بشكل عادل يجب انه احنا نحط المصطلحات اللي بتطلع من افواهنا نراعيها جيدا. يعني شنو اللي بيخليك انت صاحب مصلحه في السودان؟ كلنا جايين من ام سودانيه ابو سودانيه، this is enough. خلاص انا ما محتاج ثاني اكون بتاع مصلحه ولا مصلحه. طبعا استاذ علي يعني الكلمه دي يعني صحيح وجهتي لي اللي ضفتي، لكن الكلمه دي احنا الان من بعد الثوره كثير جدا من المسميات والمصطلحات السياسيه قاعده تطلع لنا وقاعدين نسمعها. الكلمه دي تحديدا لما تاجلت الخمسه بنود في الاتفاق الايطالي لما كان السبب عن تاجيل هذه البنود ومناقشتها، كان هناك رد دوما لمزيد من التناقش مع اصحاب المصلحه، ما شوفي انه العداله ولا العداله الانتقاليه مثلا التشاور او التحاور مع اسر شهداء مثلا يعني الحركات المسلحه، تشاور مع يعني كذا في كل بند. ما في ثوري بيطلع الشارع عشان داير يجيبوا له عايد لامه، بيطلع عشان الوطن. اللي بيموت بيموت عشان الوطن، واللي بيطلع بيشيل بندقيه واللي بيطلع بيشيل حجر واللي بيشيل بمبان طلع عشان الوطن. فانت ليه ترجعي له الفيدباك؟ بترجعي له بشكل شخصي، رجعي للسودان الثوري الاولاد البنادين من بطننا وبيطلعوا بيمشوا بيقعدوا في الشوارع بيموتوا كل صباح، طلعوا عشان الوطن ما طلعوا عشان مصالح شخصيه. يجب انه احنا الحاجات دي عشان نحل مشكله السودان من الجذور يجب ان احنا نراعي الحاجات دي. أعرفك عن التنسيقية. التنسيقية الوطنية المنهجية تحت الكتلة الديمقراطية من البداية هي توسيع دائرة المشاركة لكل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع عاد المؤتمر الوطني. ده الشعار بتاع التنسيقية. فكنا بندعو لحاجة اسمها الحوار السوداني السوداني. اوكي، الأشقاء في مصر هم جو وقعدوا معانا وقالوا يا أخي نحن السودان ده في الإقليم بهمنا، وكأشقة بهمنا، وكدول جوار بهمنا. فنحن عاوزين ندعوكم انتم كلكم الكيانات السياسيه الفاعله الاجنس الاطاري وعندكم وجهه نظر كبيره واضحه في الاطار تمشوا هناك، نوفر لكم ارضيه تناقشوا، حاولوا اوجد لكم حلول وسط تتلاقوا فيها عشان تحلوا مشكله السودان. واحده من الاسئله نحن ليه مصر؟ ليه انت جيتينا وليه في الوقت ده؟ مصري رد لنا قال لنا الان عندنا 11 مليون سوداني وما عندكم صراعات، لو حصل انفلات امني في السودان اتخيل كم هيجيني؟ 11 مليون الان موجود في مصر، مهاجر من لاجئ من دارس لسياحة علاجية موجودين الآن في مصر، فلو حصل انفلات أمني في السودان هيصل الرقم ده لكم؟ فبناء عليه نحن بنشوف إن إحنا الأقرب، يعني إحنا من قديم الزمان بنعرف إنه المعارضة السياسي السلمي بيمشي مصر والمسلح بيمشي جنوب السودان قبل ما تبقى دولة. فبناء عليه المصريين رعوا مبادرة سودانية وقالوا احنا فقط بنوفر لكم المكان. مشينا قعدنا جابوا كيانات، جابوا الحراك الوطني والقوى، عدد من الكتل بتصل 10 كتلة تقريبا وفيها شخصيات مستقلة. اتفقنا في الحد الأدنى على حاجة معينة انه نحن البلم من الوطن، اي زول فينا يخط الجلابية بتاعت الانانيه والسيلفش بتاع انه انا داير اكون حاكم وخدتها بجنبها، نشوف الوطن ده مشكلته شنو. في داخل التنسيقيه بالمناسبه في ناس ذاتهم من هناك الطرح ما نفع معهم مشوا، لكن الفضل ديل هم قالوا نحن من اجل الوطن هنتنازل عن جزء كبير من حاجاتنا ونفكر في البيت الكبير اول. فجينا من القاهره كوننا حاجه اسمها التنسيقيه الوطنيه لاداره الفتره الانتقاليه، وعملنا مسوده كيف انه نحن نطلع ببر الامان الفتره الانتقاليه، بعد ذاك نخش في مرحله بتاعت انتخابات. انتخابات طبعا يعني دي حتكون حاجه بتدي شرعيه لاي زول جه، ما بحدد لك انه انا ما بعينك عشان تجي، لكن اصواتك وقوه مقعدك هي اللي بتجيبك. فده كانت الفكره بتاعت التنسيقيه الوطنيه، هي بدات اعمالها لما جينا كان في الصراع بتاع انا ما اعرف هي كانت باي اكسيدنت ولا هي يعني مقصوده. مما وصلنا من القاهره طوالي نادوا الثلاثة ان احنا عاوزينكم ككتلة، الحوار اللغة اختلفت، زمان كان بيقولوا دارين مني وجبريل، قالوا لا دخلوا المرغني وقالوا حناديكم ككتلة. مشوا قعدوا معاهم شنو، فلخمة كده زي ثلاثة ولا أربعة أسبوع في انه تعالوا أمرقوا، منو يوقع منو ما يوقع منو يكتب منو ما يكتب كده. وبعد ذلك دخلت ورشة الآخرة القاهرة الجوبة بتاعت سلام جوبة، أجلت النزول على أرض الواقع بالنسبة للتنسيقية. الآن التنسيقية هي كونت الهيكل حقتها وبدت في طرح يوم الثلاثاء، عندنا أول فعالية في القاعة بالنادي اللي هو بكرة بالنادي بأنه كيف التنسيقية تنزل أرض الواقع وتوسع دائرة المشاركة. زي ما أنا قلت لك جبال السودان ما بتحل إلا نحن نوسع دائرة المشاركة، لازم أنا أسمعك أنت وأسمع روحي وأسمع غيري وأسمع كده، لازم نحن كلنا نقعد في ترابيزة نشوف شنو اللي بيلمنا. ما هو يعني إلا نحن لو بقينا أجينا سكوت، يعني ربنا ده جابنا كلنا في السودان أكيد في حاجة بتلمنا. يعني استاذ عالي يعني اليس كيان يخرج كيان؟ يعني كثره المسميات او الكيانات او الاحزاب او حتى
المواثيق والإعلانات. يعني إحنا عندنا فترة في السودان نخرج من لجنة لنذهب لورشة، ثم نعود لجلسة، ثم نمشي لمحاور وهكذا. يعني كيف لنا أن نؤمل، أو كيف لكم أن تؤملوا في أن هذه التنسيقية ستتسع وتتسع وتتسع حتى تحتوي بالإشارة اللي ذكرتها حضرتك؟ والله هو نحن لو قلنا واحدة من أكبر مشاكلنا في الحراك السياسي إنه العملية السياسية بتاعتنا مفتوحة، ما عندها نهاية، بدأت مفتوحة، يعني متمهلين في إنه بس إحنا دارين إنك في الفترة الانتقالية. أيوة، فمتمهلين في الموضوع ده، ما عندنا نهاية للعملية. ده واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. لكن لو أنت لجأت لأنك مثلا تقولي خلينا نبدأ بالخط بتاع القبيلة. القبيلة في السودان صح هي وحدة سياسية، كل الناس بيعتبروا القبيلة وحدة سياسية، لكن ممكن ترجعني للمربع بتاع النزاعات الغبلية اللي عانى منها السودان لأكثر من 32 سنة صراعات، وفصلنا جزء حبيب من السودان. فيبقى المدخل الوحيد أنه أنا التجمعات السياسية الموجودة أتعامل معها عشان أقدر ألم السودانيين. ما لو كان في برلمان كان الموضوع ده انتهى، لو كان في دستور بيؤدي لانتخاب برلمان او تعيين برلمان كان انت ما بتلجأ لانك انت تفتش تحالفات وكيانات عشان تقدر تلم بيها السودانيين، وفي نفس الوقت ما بتقدر تشيل لك زي الكوتشينير تمشي تجيف تقول يا اخي خلينا النادي فلان، انت بتنفع ولا ما بتنفع، انت صاحب مصلحه وما صاحب مصلحه، انت سوداني وما سوداني، نو انا بجيبك في مجسماتك السياسيه واشوف انا بتفق معك في شنو. بعد ذاك نحن بنعمل حاجه أنا بتوقع، يعني أنا شخصياً متأملة في التنسيقية، متأملة فيها كثير، لأنه يعني مثلاً أنا بطبعي الخاص بحس إنه حزب الأمة ده أجد لي صراع في مناطقي في جبال النوبة مثلاً، وعندي معه خلاف كبير جداً جداً، ويعني هناك قدرت أقعد مع مبارك الفاضل. أنا كنت في يوم من الأيام بقول أنا لو جزء مع حزب الأمة ما بدي يدي، ما بسلم عليه، لأنه تاريخه مرير عندنا في مناطقنا، تاريخ بطال مرة واحدة كويس. في التنسيقية لقيت مبارك الفاضل وسمعت طرحه لأول مرة وقبلته وقعدت معه، تنادي الوطني. أيوة. وقبل كده برضو في يعني في كيانات تانية، حتى شخصيات مستغلة في يوم من الأيام كانت بتنادي، يعني نرجسية أنا بسميها، ما بدعاني، يعني نحن مثلا الدانات بتاعت الانتنوفل كانت بتضرب مناطقنا، ما حصل يوم طلع لها زول في الشارع، لكن ممكن يطلعوا لزول مات في فلسطين، أو زول مصور مات في الحتة الفلانية، ممكن يطلع وقفة احتياجية جنب برج الفاتح وشنو. فكان في جوانا في حاجة، أنا بعتقد أنه أنا الشعب السوداني I'm not in same page with him كويس. والفكرة الأساسية بتاعتنا كانت قبل ما أقعد، يعني أنه نحن just I'm going to take my area وبمشي، بقطع بسلمي بالحرب باتفاق بشيله وبمشي، أكرر تجربة الجنوب. لكن هسه في التنسيقية لقيت أنه نو، السودانيين ديل الموجودين في الإعلام واللي بيعبروا عن الرأي السوداني ديل ما السودان، ولهم كل ما السودان شكله كده، ولهم ذاتهم أنفسهم كعبين بالمستوى اللي أنا خدتهم في رأسي. فأنا لو قدرت أتواءم مع الناس ديل في الدائرة الضيقة، لو وسعنا دائرة الحوار معناته أنا حتسامح مع السودانيين. مفهوم. طيب أستاذ عليا، دائرة أنتقل للأستاذة مريم، لكن دائرة منك إجابة سريعة لو سمحت. نعم. يعني هل كل الموجودين في الكتلة الديمقراطية هم أنفسهم موجودين في هذه التنسيقية، ولاحقا من هنا ولقدام حيمشي مع الإطار من التنسيقية ولا الكتلة الديمقراطية في التفاوض في التحاور في التوقيع ربما زاد؟ رأيك شنو؟ هو الموجودين الكتلة الديمقراطية التنسيقية نظامها كتل برضو جواها كتل، هي كتل. أوكي. هي 10 كتل زائد شخصيات مستغلة. الكتلة الديمقراطية بتشكل واحدة من الكتل كويس. فهي النظام ما نظام القيادات اللي هنا بتمشي هناك، نو. ده التحالف بتاع الكتلة الديمقراطية يمكن تحالف بيكون عنده امتداد أبعد، والتحالف بتاع التنسيقية بيكون عنده ليميتيشن تاني براو، لكن الكتلة الديمقراطية موجودة في داخل التنسيقية ككتلة، لأن هي النظام بتاع المشاركة ككتل، ما نظام أحزاب. الكتل ذاتها عندها جواها أحزاب وكياناتها ومجتمع مدني وشباب ولجمغوم وكده، فهي كتل. طب الحيواصل مع الإطار منه في التحاور والتوقيع؟ والله شوفي، نحن القيادة الهرمية بتاعتنا ما عندنا فيها مشكلة، الإطار عنده مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني وانس انه نحن اتفقنا احنا ما حنواصل مع الاطار، اول حاجه هو ما الاطار، نحن موضوع الاطار ده ارجعنا وعملنا حاجه اسمها الاعلان السياسي، توافق بينه وبين المركزي كويس. المكتوب اللي اتكتب ده لو نحن قعدنا كتنسيقيه او ككتله ديمقراطيه وقررنا انه واحد مننا يمشي يمضي، احنا ما عندنا في حك مشكله في انه في زول واحد ممكن يمس، ما عندنا مشكله في الموضوع ده خالص. لكن هم الإدارة بتاعتهم أفقية ما رأسية، عشان كده بقولوا يعني لا، أي زول يجي يوقع ومن يجي يوقع ومن يجي يوقع،
ما في مشكله. طب انا حنتقل للاستاذه مريم، لانه بصراحه شكلها عندي كذا كذا سؤال في هذه النقطه. استاذه علي حرجع لك لها. استاذه قبل ما اسالك سؤال، عندك اي تعليق على النقاط اللي فاتت دي، ابتداء من التعليق على البرود بتحت الاطار والتسميه واصحاب المصلحه وهذه، وبرضه عندي ماده من الكنترول من بعدك طوال حمشي اشوفها. يعني هو تحديدا بالنسبه للاستاذ علي، هي سالت سؤال في بدايه كلامه وردد على السؤال في النهايه. هي سالت مفهوم اصحاب المصلحه هم منه، وفي نهايه كلامه هي ذاتها تكلمت عن انه في لحظه من اللحظات في كميه من ابناء الشعب السوداني هم حسوا انه هم not in the same page with other Sudanese، يعني هم ما حاسين انه هم سودانيين برضه. انا بالنسبه لي ده زول يعتبر صاحب مصلحه، زول يتضرر من سلام ده زول صاحب مصلحه، انا لازم اسمع كلامه ولازم اخش معاه في نقاش. زول يتكتل له ابن او يتكتل له اخ او يتكتل له والد، ده بالنسبه لي زول هو صاحب مصلحه. زول كان متضرر من تهميش او من غيره بسبب سياسات النظام البائد، انا بالنسبه لي ده زول مصلحه. فهي سالت السؤال من هم اصحاب المصلحه، وفي نفس الوقت في نهايه مداخلتها حصل الرد، يعني وفي كميه من ابناء الشعب السوداني ده هم حاسين ان هم ما بينتموا للبلاد دي بسبب تهميش وقع عليهم من النظام البائد. احنا محتاجين ان احنا نسترد الشباب ديل، محتاجين نسترد الانتماء الوطني حقنا. يعني دي نقطتي في التعليق. نعم تفضل. لو بالمفهوم ده بتشيل بلدي ومشى خلاص، ما انت هتقطريني في انه انا صاحب مصلحه وانا تهمشت خلاص، اوكي حلي انه انا ده نفس البلدي هشيله وهمشي، ما هيكون في حل موحد. ليه ما ممكن بعد النقاش تتفقوا على هي بتناقش صاحب المصلحه. وانسى انك انت بتناقش صاحب المصلحه اللي تهمش ولا الظلم ولا حصل له ده، انا بطالب وفقا لمطالبي، ما حتنازل لك عن حاجه. لكن لو انت ناقشتني كسوداني، انا الوقت ده بكون مهمي في الاطار بتاع السودانيين، يعني بفهم انه أنا احنا الثلاثه اللي قاعدين او الاربعه الموجودين دي كلنا عندنا نفس الحقوق والواجبات في السودان في الوطن الكبير. لكن لو ناقشتني كصاحبه مصلحه، انا بقول لك خلاص اوكي اديني بلدي بفصله وبمشي. مفهوم. حنتواصل بالتأكيد في محور مختلف هذا وغيره، لكن مشاهدينا الكرام نذهب للكنترول نستمع لبيان الجيش الذي صدر مساء السبت، ثم نعود على قليل ونتواصل في حديث الناس. أهلا مشاهدينا. أستاذ مريم، يعني أبدأ مع حضرتك التعليق على هذا البيان، ويعني لمن وجه، لمن كانت هذه الرسالة من الجيش في رأيك؟ نعم. طيب اسمحي لي بفعرية صغيرة وكسرة صغيرة قبل ما نتحدث عن البيان أقوات الشعب المسلح. تفضل. في الحديث المتداول بين الضيفتين عن أصحاب المصلحة، وبحسب الزوايا اللي هم بنظروا بها لوجهات نظر، زاوية أول وجهات النظر، في تقديري أنا صاحب المصلحة الشارع اللي صنع ثورة ديسمبر المجيدة، في تقدير صاحب المصلحة الثوار اللي لحد ممكن مبارح وبيموت ودمه، وده ما بيغبط الأطراف اللي هم ذكروها من المهمشين أو المغتصبة حقوقهم أي إن كان شكل الاغتصاب. لكن نحن في العملية السياسية دي كلها في تهميش واضح كمان لأصحاب المصلحة، الناس فعلا المعرقلين العملية دي كلها اللي هو الشارع والثوار ثورة ديسمبر المجيدة، باعتبار انها ثوره تراكميه طبعا. حتى الان هم خارج المشهد او هم على الطرف بالعمليه السياسيه ككل، وده اللي معرقل الحكايه. اذا ما دلفنا لسؤالك بالنسبه للبيان بتاع قوات الشعب المسلحه، انا في تقديري ما في جديد، يمكن اكون قلت الكلام ده قبل كده، باعتبار انه هو نفس الكلام اللي هو نفس البيان اللي صدر من الجنرال برهان يوم 3/7. في الوقت ده كان في قحط المركزي تحديدا، انا اتمنى ما يفهم ان انا مع معاهم ولا ضدهم، لكن انا زول صحفي بقرا كويس وحافظ كويس. الناس دي في الوقت ده قالوا دي مماحكه منك، وده ده التفاف، ودي فطاره، وانت عشان عارف ان احنا ما حنتفق، فبالتالي تيجي تقول كلام زي ده. انت المفروض تقول الكلام اللي احنا دارينه، احنا نقعد احنا وبس، نرجع احنا اللي هو من قبل 25 اكتوبر. على هذا الاساس رفضوا البيان، والجيش او قوات الشعب المسلحه من 3/7 لحد البيان الحسي ده هو نفسه. اذا رجعت لكل الصحافه والاعلام، المختلف في تقديري هو تصريحات قحط المركزي. ارجع لكلام السيد عمر الدقير، زمان قال كلام خطير، اول زور صرح، وهسي اول زور صرح، قال يا سلام ده كلام عظيم. نعم، خرج بيان وصف يعني وصف بيان الجيش بالبيان الايجابي. ايوه.
فالمختلف شنو يعني؟ عشان الليله ده هو نفسه التصريح هو نفسه 8 شهور، الكلام ده له 8 عمره 8 شهور. فده ما دعاه للتساؤل، خلينا نقول استفهامي ما حنقول استنكاري. فنعمل انه البيان ده بيتكلم عن انه نحن مؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي ونحن مع الاتفاق الاطاري، كل الناس مع الاتفاق الاطاري، ايفن مي يعني كلنا مع الاتفاق الاطاري اذا بيخرج الناس. المختلف انه نحن عايزين قحط المركزي تفتح الباب، توسع قاعده المشاهده، تؤمن بانها ما هي قوى الثوره. والثوره دي للناس اللي جاوا الحراك الثوري ذاته، ثوره ديسمبر المجيده، سواء كان تراكميه من الكفاح المسلح لحد اخر شاب استشهد قبل الليله، ديل هم قوى الثوره. فما ممكن تصنف نفسك انت قوى ثوره وتصنف الاخر، ده اتس انفير انا في تقديراتي. على هذا الاساس الناس مؤمنه بالتحول المدني الديمقراطي، مؤمنه بالاتفاق الاطاري، افتحوا الباب يا اخواننا. انتم خايفين من شنو؟ خايفين من الاغراق؟ ما في مجال للاغراق الا يكون هذه الفكره كلمه حق يراد بها باطل، انه انا عايز استفرد بتكوين الحكومه عشان انا اجيب نفسي ثاني. ما دام في مواصفات ومعايير ومقاييس للحكومه التنفيذيه الوزراء، مش في مواصفات ومعايير، ان شاء الله نبقى 1000 نفر بتمتن الفكره بتاعت كيف نحن نحكم السودان، الكلام اللي قالته الاستاذه. كيف يحكم السودان ونحن بنقعد مع بعض نضع مواصفات ومعايير وبنجيب نتفرج وبنجيب الناس المناسبين في القيد الزمني اللي بنحدده نحن. نحن يا استاذه الصوره دي بقت 4 سنة بكالوريوس تخرجنا يعني خلاص ما سمعنا ما سمعنا لنا بفتره انتقاليه 4 سنة يعني. فعايزين احنا نطلع وده الوقت المناسب للمصالحه. ممكن انا وجهه نظري بتختلف باعتبار مرجعيه الاستاذتين. انا مرجعيتي ما جزء من القحط المركزي وما جزء من الكتله الديمقراطيه، انا جزء من المكون السوداني المتضرر اللي بينظر للامور من بعيد واللي بيفتكر المصالحه الوطنيه هي الحل. مفهوم. طب خلينا نقرا عموما الاراء يعني حول هذا البيان وكيف قرأت استاذ علي. يعني عمرا اري اوكي؟ عايزه كوبايه ميه ولا حاجه؟ لا ام اوكي ام اوكي اوكي. طيب خلينا نقرا معك رايك في انا بتفق مع الاستاذه. اول حاجه عجبتني رئيسه تجمع المهنيين، ف دي حاجه كويسه للمراه. المراه اي منصب قاعده فيه استحقته على فكره في السودان تحديدا، لان ضلالتها قديمه جدا جدا وبتستحق، وانا بعتبرها لسه هي ذاتها مهمشه المهمشين في السودان. فاتفق معاها في انه ما في جديد في البيان بتاعها. يعني المركزيين بيقولوا الاتفاق الجيش يطلع لهم بيان يقوموا يختلفوا معه، يطلع لهم بيان ثاني يصفقوا له، يطلع لهم بيان ثالث يقولوا لا نحن بنتفق معه. نحن ما فهمنا ذاته هم الناس طالبين شنو بالضبط. الجيش ثابت في موقفه على فكره، قال نحن مع الاطاري بشرط توسع دائره المشاركه. سكت، ما في مشكله. التوسيع دي هم واقفين فيها ليه؟ ليه رافضين موضوع التوسيع؟ خذ معاييرك عشان ما يحصل لك اغراق، عشان ما تقول انك انت اغرقت العمليه السياسيه. كيف حتغرقها؟ وتغرقها بمن؟ اذا انت مثلا معيارك انك ما داير ناس شاركوا في حكومه الانغاز، هو المؤتمر الوطني عندك 4 من اعضائك فاعلين جدا في حكومه المؤتمر الوطني بما كانوا فيهم اعضاء مجلس التشريع، يعني كانوا بيطلعوا القرارات، قرارات اقتل منه وقرار ما اعرف امنع شنو، قرار اعمل شنو، كان معاك ديل، بس الان موجودين موقعين معاك. اذا قلت انت مثلا الاحزاب بتاعتك اتكونت بشكل بتاع حداثة بعد احداث ثورة ديسمبر، كويس. طيب ما انت عندك حزب عمره 4 شهور ولا 5 شهور، كويس، يعني الا اذا انت كنت بتتعامل مع رموز شخصيات، في ناس اشخاص لكن بيرقصوا احزاب لا عندهم عضويه لا عندهم لا عندهم تاريخ طويل. طيب يعني حضرتك شايفه انه موجه لمنو البيان ده تحديدا؟ انا بشوف الجيش كالعاده موجه البيان ده للوطن كله، انا شايفاه يعني. طيب. ما شايفه انه مخصصه لزول، لكن مستغربه في ردود فعل الاخر اللي بيحسب انه الحاجه دي له هو حكريا. انا ما شايفه انه الموضوع بتاع البيان ده مركز معه هو تحديدا. بالنسبه للتوقيت رايك؟ بالنسبه للتوقيت الجيش زي اللي بيعالج نفسه مع نفسه، يعني زي يا جماعه احنا كان عندنا مشاكل القير معلنه اللي هم عاملينها بالسر دي، لكن الحمد لله احنا ماشيين في حلها، يعني زي حاجه تطمينيه كده البيان. انا ما شايفاه انه يعني بيان خارق او بيان مفصلي او بيان داري نقولنا من مرحله لمرحله، انا شايفه بالعكس، يعني زي
في البيت لما الام والاب يتشاكلوا ما دارين العيال يسمعوا الشكله دي، هم حاسين بقى لكن ما دارين يحترفوا بقى، بقوم بيعملوا اجتماع اسري ظريف كده بيقول يا اخو امبارح نحن كان ما عارف الدولاب اللي هنا ده الضلفه بتاعته قاعده انكسرت في حاجه ما مفهومه، لكن انت بتحسبها زي طبطبوا عليك كده. انا بحس ان هم زي بيعملوا رد بالصدى لحياتهم جواهم، بيهدئوا في الجيش وبيهدئوا في الجيش الشق الاخر من الجيش، فزي بيطمنوا في الجيش للجيش وبيطمنوا الشارع انه ما في حاجه هتحصل. مفهوم. سنفيسه برضو انا داير اسمع تعليقك وقراءتك للبيان. تفضل يا استاذ علي. انا بالنسبه لي هو البيان ده رساله من الجيش لاطراف في الجيش. الاتفاق اللي طاري بشكله الحالي هو في معارضين حقيقيين له، وفي المؤتمر الوطني يعتبر معارض للاتفاق اللي طاري باعتبار انه هو مقصيه، وكذلك في بعض الافراد اللي هم ممكن نقول ان هم ضمن المنظومه العسكريه في توجس وفي تخوف من مصالحهم اللي هي ممكن يعني تتاخذ منهم بسبب الاتفاق الاطاري وبسبب المبادئ اللي هو مبني على منهم طبعا قصه الاصلاح العسكري والامني. فالحاجه دايره اقولها انه احنا عامه في الاسبوع الفات كان في شكل بتاع تجاذب كبير شديد ما بين المكون العسكري داخله ذاته، ما بين المنظومه العسكريه، ما بين الدعم السريع والمنظومه العسكريه وغيره من المكونات العسكريه في البلد عامه. الحاجه دي ما 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 وضع صحي، يعني الوضع الصحي الطبيعي اللي احنا بنعرفه في الديمقراطيات انه مفترض المدنيين يتشاكسوا مع بعض مثلا باعتبار انه البرامج المختلفه والافكار المختلفه، لكن ما منطقي انه المكونات العسكريه تختلف. والاختلاف في شنو؟ ما انت جيش مهني عندك مهام محدده، حمايه، حدود، غيره من الاشياء، مختلف في شنو؟ ده بيظهر لي هنا انه في نقطه بتاعت مصالح داخل المنظومه العسكريه هي ذاتها مختلفه. فبالتالي وجود اي تغيير في المشهد السياسي هو بيعطل شكل المصالح دي، فبالتالي يعني بيكون في شكل من انه الناس دايره نوع من انواع التطمين، ارسال رسائل للاخر المختلف او للاخر المصالح متضاربه معاي. الحاجه الاساسيه في النقطه دي انا من بدايه كلامي تكلمت فيها معاك انه احنا بالنسبه لنا الهشاشه في الوضع الامني اللي هي حاليا حاصله دي السبب الاساسي فيها المنظومه العسكريه في ذاتها. الفكره بتاعت الاستقطاب الحاد اللي حصل في المنظومه العسكريه طيلة السنين اللي فاتت سواء على الايديولوجيا المعينه سواء على العقيده او القبيله المعينه وغيره من الاشياء دي حاجه هي انتجت لي حاليا قصه الهشاشه الامنيه الحاصله دي، حاجه ظهرت لي في شكل بتاع تضارب مصالح في منظومه هي اساسا ما مفترض يكون فيها مصالح. صحيح. في الاساس يعني ده شكل قرايتي يعني او شكل تصوري للبيان ده ساعته يعني. طيب تتصوري انه يكون يعني احنا في مقبل الايام ربما ما نحتاج اليه حقيقه هي يعني نقطه التقاء بين كل هذه المكونات. هذا اللقاء الذي تم بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع، هذا البيان الذي خرج، هذه المحاولات لرد ما فتق خلينا نقول في النسيج السياسي بفعل التباينات والتصريحات ربما وحروب يعني الاراء المختلفه، هل بتتوقعي قدر من التوافق في الفتره القادمه ربما تخلق يعني حكومه تصريف اعمال يعني نهايه للاطار في الايام القادمه؟ الصراحة يعني هو دي الحاجة يعني تحديدا ملف الإصلاح الأمني والعسكري هو القضية الوحيدة المتبقية فيما يلي موضوع الاتفاق الإطاري. إذا تم التوافق حول شكل الإصلاح العسكري والقضايا الدمج والتسريح وغيره حيكون طوالي بعديه في القصة بتاعت التوقيع وتشكيل الحكومة. النقطة اللي دار أتكلم فيها هي طيب أستاذ يعني هل يعني ورد لحضرتك او على مسامعك مثلا اسماء مرشحه او متوقعه مثلا على الاقل انها هي تكون رئيس وزراء او رئاسه حكومه؟ طيب انا امشي في النقطه اللي قبل كده واصل فيها اي بالنسبه لنا كحريه وتغيير او كتجمع اتحادي تحديدا التجاذب اللي بيحصل ما بين المكون العسكري ده هو حاجه حتودي البلاد لمنحنى خطير جدا لا يقعد او لا يحمد عقباه يعني. لكن من باب مسؤوليتنا الوطنيه والتزامنا بالخط الوطني بنشوف انه هو لابد من انه يحصل رأب للصدع ده يعني لابد من انه في النهايه ما مفترض المكون العسكري باجسامه المختلفه او سواء الدعم السريع او قوات الشعب المسلحه يكون في تمترس حول تعريفهم ذاته لمفهوم الاتفاق الاطاري، يعني واحنا حاليا شايفين انه كل واحد من المنظومتين ده هو بعائل الاتفاق الاطاري بوجهه نظر معينه، الناس ما محتاجين ان احنا نتمترس لانه يعني في الاساس هي الغايه في الاساس مصلحه الوطن. بيهمنا كمكون من المكونات الموقعه بالاتفاق الاطاري انه يحصل رأب للصدع ده في اقرب وقت عشان ما يكون في تاخير وما يكون في تماطل اكثر في موضوع الاتفاق الاطاري عشان نصل لشكل بتاع حكومه هي تكون بمهام معينه وبمعندات. هل في اسماء مقترحه تفض على السطح؟
طيب هو بشكل اساسي هو في عدد من الاسماء اللي هي حاليا في الشارع بنلقاها، يعني بنسمع في فلان مرشح في فلان مرشح، وللامانه يعني هم كلهم من المقترحات الموضوع، لكن في الاساس هو ما تم النقاش حول تشكيل الحكومه، انما تم وضع معايير للحاجه دي. وانا صراحه يعني بالنسبه لي او بالنسبه لنا في الجمعيه الاتحاد بنشوف انه دي حاجه ممتازه شديد. احنا في النهايه محتاجين لكل سوداني او لاغلب السودانيين هم يتكلموا عن انه احنا دايرين نجيب لهم مثلا رئيس وزراء. احنا ذاتنا قاعدين نسمع يعني يا استاذ نفيس. أيوة. يعني احنا بنسمع لكن انتم بتصنعوا، احنا بنسمع لكن انتم بتجتمعوا وتتفاكروا وتقرروا، يعني الشارع بيسمعوا بيقول داير لكن انتوا بتصنعوا. يعني انا الان ممكن انا اديك اسم عادي الناس كلها ما تشتغل به، لكن ممكن حضرتك تقولي اسم. يعني القصه بتاعت تشكيل الحكومه والاسامي او يعني شكل المرشحين هي حاجه تم تاجيلها للنقاش حولها ما بعد انتهاء الورشات او انتهاء الورش الخمسه المعلن لها. زي ما قلت لك حاليا شغال حقه العداله الانتقاليه ما بعد. يعني احنا بالنسبه لنا الاساسي في الموضوع ده انه في ملف بتاع اصلاح امني وعسكري هو لابد من انه يحسم، من غيره ما حيكون اساسا في استمرار لعمليه الاتفاق الاطاري، لانه حيكون يعني ما في تسميه رسميه حاليا. لا للان لا. مفهوم. طيب استاذه مريم، يعني في راي بصوره عامه كده بيتهم يعني انا بعتقد حضرتك عندك قراءه كده على الساحه عامه، في راي بيتهم كل هذه الساحه والسياسيين انهم هم ليسوا على درايه بحساسيه الوقت وانعكاس كل ذلك على حياة ومعاش الناس. يعني الوقت حساس، احنا الاسبوع بيفرق، اليوم بيفرق، الشهر بيفرق. هل هم فعلا بيتعاطوا مع الزمن، مع حساسية وانعكاس المشهد السياسي على ما عايز اقول لك معاش الناس وحياتهم من الاخر على الاكل والشراب حتى في ابسطها؟ يعني طيب معاش الناس هو اساسا دي نقطة الانطلاق اللي كانت الثورة قامت فيها. صحيح. أي. فأكيد هي المحور بتاع الحدث نفسه. الشعب السوداني طويل البال قل السؤال. تعب من المماحكات والمناظرات الغير في ذات جدوى، يعني اللي هي في النهاية بتصب يعني ما في مصلحة. أنا ما شايفة إنه في بيحصل هسي ده في مصلحة المواطن بأي حال من الأحوال، بقدر ما هو ماراثون منو اللي بيصل الكرسي أول. يعني زي ما حضرتك وصفتي أنت قلتي ده بكالوريوس. بكالوريوس عايشين هو كده بكالوريوس، يعني بتاع ما سمعنا لنا انتقالية 4 سنة يعني. ده كثير على المواطن، بعيدا عن إنه أصلا هو لما قام بثورة ديسمبر المجيدة كان يعني كان موضوعه أصلا يعني كان تعبان جدا يعني. ففي تقديري انا التطوير اكثر من كده ما من مصلحه الثوره، عشان ما يحصل ارتداد. والزمن عامل الزمن هو زي ما تفضلتي مهم جدا في كل الحياه يعني عموما. فنحن محتاجين نختزل التطويل اللي بيحصل ده، والناس تقتنع ان السودان وطن يسعى الجميع والسودان اولا، عشان نقدر نقعد وده الوقت وقت المصالحة الوطنية، ونقدر نرجع الملفات المهمة والحراقة للفترة الديمقراطية. بما أننا نتكلم عن الديمقراطية، الديمقراطية وقتها انتخابات. فالناس تقعد تخلق أي شكل من أشكال المصالحة الوطنية، يمكن ده محوريانا، عشان خاطر المواطن يعني ممكن وصل الحد بقى. يعني بالمناسبة يعني هو ما مؤمن بكل المجريات، لأنه لو كان مؤمن بما يدور الآن ما كان حتلقيه في الشارع. يعني أنا هذا في تقديري كده، لو كان متصالح كان حي زي ما دافع عن الثورة ودافع عن الشعب ويريد إسقاط النظام، كان حيدافع عما يجري في تلك الدور. طيب استاذه مريم حسالك سؤال سريع كده وحنقول للاستاذه عاليه برضه، يعني احنا نتكلم عن الاطاري وتعقيداته وتاخره والاتفاق والاختلاف حول كل هذه التفاصيل، هل بتعتقدي انه يمكن ان يكون هناك توافق سريع يعني حاله انقاذيه لتكوين حكومه تصريف اعمال لسد الفراغ في القريب العاجل جدا؟ نعمل. انا ممكن اختصر لك في كده، اذا الناس نظرت بضمير بس للمواطن ده، انا اتخيل لي الحد الادنى من التوافق الوفاق الوطني، الناس لو قعدت وشالت الانا دي منها، انا في تقديري ممكن ان احنا مش نكون حكومه تصريف اعمال، وانما حكومه فتره انتقاليه يعني ترضي
الشعب السوداني يعني الحد الأدنى، لكن إذا تكلسنا وما إلى ذلك أنا في تقديري إحنا كده حنمدد الزمن وحيكون في ثورة تانية على الثورة وحتبقى في مشكلة كبيرة جدا. بعدين الحاجة اللي ذكرتها الأستاذة بالنسبة للديمقراطية وإنه هم بيتحدثوا عن أستاذة نفيسة، نعم عفوا نعم. الاسم أنا يعني أنا في تقديري يعني أنا ما أقدر أقول كلمة حق يعني ما أقدر أهاجم كلمة حق يراد بها باطل، اللي بيفكر في الديمقراطية بيشرك الناس، اللي بفكر بفكر مدني ديمقراطي حقيقي ان السودان وطن يسعى الجميع ما بيحصر العمليه بيعتبر انه والله يا اخي هذا الامر الفولي فولي يعني. كان فتح الباب للناس فعلا وسمع وجهات النظر واختلاف الراي والراي والراي الاخر والديمقراطيه راي الاغلبيه مع استصحاب راي الاغلبيه والكلام اللي بيوصلك فعلا. ما بقول يا اخي انا وخلاص انتوا ما يصنف نفسه وصنف ده ما بوصلنا الا لدائره خبيثه. مفهوم. أي نعم. دي إشارة ثانية من حضرتك أستاذة مريم يعني على اعتراضك على مبرر لا للإغراق السياسي، لأن هو هذا المبرر الذي قدم كإجابة على سؤال لماذا نعم. تم تحديد القائمة في تقديري كان نعم. الحق يراد بها مفهوم. انفراد بالسلطة ما أكثر يعني مفهوم. ما في حاجة تخلي الناس تخاف يعني. أستاذة عالية نفس السؤال هو لك، مهم جدا أعرف يعني رأيك وتعليقك وحضرتك ك يعني كتنسيقية وأيضا كمناطق بكتلة ديمقراطية في حساسية الموقف، هل هناك قدر من التوافق ربما أو حتى بدون توافق، المهم التوافق على أنه هناك حوجة لحكومة إنقاذية سريعة جدا عاجل؟ أنا داير أقول لك حاجة يعني البلد فعلا هي متصدعة، حالة لا دولة حالة بيعاني منها السودان الآن والبيدفع ثمنا مباشرة المواطن، الحاجة دي واقعة على كاهله والشباب اللي في الشارع اللي بيطلعوا كل يوم عشان يحاولوا يجيبوا الدولة هم أكثر ناس بيدفعوا ثمن ودي لأولادنا يعني في الأخير إحنا كنساء مفروض نتخاطب بنوع من الأمومة في الجانب ده في المنبر ده ونناشد الناس في إنها تطلع زي ما ذكرت الأستاذة الأنا الزيادة من جواها، لكن إذا قمنا بتشكيل حكومة في الفترة دي بالطريقة الإخصائية الأحادية حنكون مجهود الشباب ومجهود ما قبلهم كله مشى الشارع، ما حيكون في أي حاجة يعني ممكن تضاعف الجوع، ممكن تتضاعف نسبة الوفيات، ممكن التردي المعيشي والتردي الصحي والأمني والتعليمي يزيد. ليه؟ لأنه نحن حنرجع للمربع الأول. البشير تشال ليه؟ بشير تشال مش عشان هو كان بيحكمنا بالنظرية الإسلامية العربية فقط، نو، بشير تشال لأنه كان بيحكم براو، كان حزب واحد في البداية، اتقلص الحزب ذاته بدأ ينزل جزء من كواهله وبقى بعدك هو، عشان كده تشال لأنه بينظر للسودان هو بس، هو وداد وغيره وغيره وغيره، فالبشير تشال للسبب ده كويس. فنحن هسه حنرجع تاني حنشيل نفس قبل 30 سنه حنرجعه تاني، حنجيب جماعه. البشير لما جه في ثوره الانغاز جه جماعه، انا بشوف انه هسه في جماعه دايره السيطرة على السودان وتبدا تمرر اجندتها. ليه نحن ما نشيل الانانيه جوانا دي ونقعد نشوف مصلحه الوطن شنو؟ مصلحه الوطن انه انا اسمع كل اراء السودانيين في منبر سوداني. أنا بكرر نحن ككتلة ديمقراطية بالنادي بحاجة منبر سوداني وطني، نسمي الحوار السوداني السوداني فينا فيما بيناتنا، نسمع ندي مساحة. نحن ادينا مساحة لأنه الحالة بتاعت الفترة الانتقالية زي ما أنت قلت بكلاريوس 4 سنة ومعاش للشرف ما معروف كويس، فنحن نسمع ندي روحنا مساحة نفتح البرلمان السكر والعنكبوت ده، نجيب الناس أو نشوف لنا ميدان أكبر ساحة تلمنا، نجيب ممثليننا بالشكل اللي بنشوفه مناسب، نشوف كبارات البلد ديل الالدس مش كبارات يعني في المكان في المكان السياسي الحكمه والخبره انا يس، نحدد جزء من الناس يجوا هنا يحددوا لنا منو اللي يمشي يشارك في العمليه دي، نسمع صوت بعض، اسمع انه انا قلبي وجعني وين وبتمنى انه ما يتوجد في الفتره المقبله الجايه. في الحاله دي نحن كان شكلنا الحكومه حتكون ناجحه، ما في حكومه طبعا بتكون ناجحه بنسبه 100% لانه احنا طالعين من تجربه مريره ديكتاتوريه صرفه، حنمر بانتكاسات لكن ما حتكون زي لما انت تشكل حكومه اخصائيه احاديه التفكير. طيب استاذ عالي حاجه بتتكلم عنها دي ممكن تكون بتشبه مفهوم المفهوم اللي اشرت له جبال للتنسيقيه الوطنيه. يس احنا ماشيين في التنسيقيه. طيب مفهوم. يعني متى كان اخر لقاء او تحاور يعني كناطق للكتله الديمقراطيه ليها كلها مع الحرية والتغيير؟ الكتلة هي مما بدت حواراتها مع الحرية والتغيير المركزي ما نادتها كلها على الإطلاق،
الطابع الإخصائي في شكل الدعوات كان موجود. بيضربوا لك تلفون عبر الوسيط اللي هو دايما بيكون العسكر، يقول لك نحن عاوزين فلان وفلان وفلان، واجتماع سري كده يعني زي عقد بالدسم بعد المغرب ذاك، بيقول لك نحن عاوزين فلان وفلان وفلان يجينا. اول كانوا مع نفرين، والنفرين ذاته بيحددون النيم، دارين مني دارين جبريل، ده احتراما للمؤسسه اللي بينتموا ليها وانهم هم جزء من الدوله وموقعين اتفاقيه. وشنو بيمشوا بيسمعوا بعد ذاك بيجوا راجعين بينورونا، يا جماعه الناس زلنا هدول كده كده كده، ونحن موقفنا ثابت، نحن ماشيين كفوتلة، احنا ما قدرنا نمشي كاشخاص. كويس. لكن لقاء مباشر اونستلي كانت في مبادره من مريم الصادق، هي كانت مسؤوله الاتصال في الاطار تقريبا، جات هي وفضل الله برمناصر وشنو، لكن جو كحزب امه، لكن كانوا مكلفين كلجنه اتصال. كان اللقاء في بيت الغايد من أركم الناوي، قعدنا فيه ككتله، ده اللي قال انا بقول احنا قعدنا فيه ككتله وكلنا. طبعا القائد من يأكد الكلام ده في لقاء الاسبوع الفات يعني هذا الشكل اللي شرحتيه وحضرتك الان. طيب قبل ما انتقل للاستاذه نفيسه، يعني اصبح شويه الموضوع محير حتى بالنسبه لي الان، يعني طيب هناك اتفاق داخل الكتله الديمقراطيه فيما بينها مثلا، وانت الان ذكرت انه بيمشوا اجتماع وبيجوا راح يعني بينوروكم بالحصل وكذا يعني، لكن ما في اتفاق حول الذين هم داخل الكتله الديمقراطيه. صحيح هذا؟ انا اسلفت لك سابقا الوضعيه بتاعت المركزي، هم عاوزين متفقين معنا بانه نحكم السودان ده كيف، الدليل الاعلان السياسي اللي اتكتب في 3 ساعات ده. لكن منو اللي يجي يدور العمليه السياسيه سواء كان في فتره انتقاليه او منو هسه يوقع على الوثيقه دي ذاتها عشان بعد ذاك نجهز روحنا لدخول لمرحله انتقاليه جديده او تمديد للمرحله الحاليه، منها نمشي لمرحله بتاعت انتقال ديمقراطي حقيقي، هم ده عندهم في وجهه نظر. طيب اخر نقطه نورينا يعني لو سمحتي بالاجتماع واللقاء اللي تم مع القائد مناوي وبعد ذاك عكسه داخل الكتله. هو لا في اجتماع، الاجتماعات اتطورت، الاجتماع اللي كان في بيت القائد مناوي كنا موجودين فيه كلنا، وقلنا لهم احنا ما في مشكله احنا بنرحب بكم انتوا. اجتماع الكتله الديمقراطيه، اجتماع الكتله الديمقراطيه مريم الصادق، مسؤوله لجنه الاتصال في الحريه والتغيير المركزي. ده كان ده عنوان الاطراف الجايه في الاجتماع. الاجتماع اتداولنا وقلنا ما في مشكله، وصلنا لنقطه ان احنا ما عندنا مشكله نسمع طرحكم. الوقت ذاك احنا كنا ما شفنا الاطار في بداياته، ما كان شبه خفي، ما في زول عنده مستند، فكان متداول بتظهر منه كبسولات فقط في الميديا. وقلنا لهم دي الاوراق بتاعتنا هنا في الترابيزه، جيبوا اوراق بنقراها، نشوف نحن بنلتقي فيها نقاط، بعد ذاك نشوف نحن وجهات نظرنا في شنو في بعض حاجاتكم، وانتم برضو علقوا على حاجاتنا الموجوده. احنا كان الوقت ده عندنا اعلان سياسي ككتله، هم كان عندهم اعلان سياسي كويس، لكن وقعوا عليه في القصر الاتفاق اللي طارف، وقلنا لهم جيبوا حاجاتكم اللي وقعتوا عليها. مريم قالت نحن لحد الان ما امتلكناه، ولكن هنمشي نقعد وننور ناسنا وهنجيب لكم المستندات ونحدد جلسه الاجتماع ثاني ما جات. بعد ذاك بيجوا يقعدوا مع قيادات الكتله بشكل منفصل، ينادوا واحد 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 بشكل منفصل. بعد ذاك نحن كان ككتله عملنا مقترح انه يا جماعه انتم لو موضوع انكم تشيلوا الكتله دي كلها، توقع في مقترح جاي من عندنا، نحن نديكم 3 نفر، انتم طلعوا من عندكم من المركز 3 نفر نوقع على الاعلان السياسي تم الاتفاق عليه عشان نطلع البلد دي، يعني نحاول ننجز. قاموا مشوا عملوا حاجه ات واز ا تريك، يعني هي ما سمارت على الاطلاق. قالوا ما في مشكلة، قاموا جابوا كشف فيه سبعة من عندهم، لكن لو جيت فحصت السبعة الصايد بتاعنا قاموا يعني ما جابونا ككتلة، جابوا مني وجبريل وجعفر المرغني كاتحادي، لكن في لسه بتاعت السبعة حقتنا جابوا مالك عقار وجابوا طاهر حجر والهادي إدريس وابنه، فشالوا جزء من العسكريين الموجودين عندهم هناك جابوه هنا، وهم جابوا لستهم هناك كمدنيين صرف، فده التوقيع يكون بالشكل ده. فلما قعدنا ودرسنا لقينا ده ما كتله، ديل 11 زائد 3، ما في فير في الحته دي. انت لو وافقت على 3 احنا ما في مشكله، جيب انت 3 احنا 3، امشوا شوفوا الثلاثه اللي انتوا دارين توكلوا منه، ومنو اللي قال لهم يحددوا، منو اللي قال لهم احنا في الثلاثه مثلا دارين نودي فلان وفلان وفلان، ما عندنا راي في داخل الكتله، ممكن يكون عاوزين نودي فلان وفلان للتناسب، ممكن مثلا دارين ندخل الشريك لانه قضيه جوهريه، هو اللي يوقع بعد ذاك عشان يقدر يقنع الناس ويقدر يجيب ناسه في العمليه ونوجد حل عادل لمشكله الشريك. في تنازلات بتحصل في الحاجات زي دي يعني. مفهوم. فهم ما عارف جابوا التريك بتاع السبعه زي السبعه، ده اخر مرحله احنا وقفنا معاهم فيها، فحصل رد مكتوب ورجعناه للوسط. مفهوم. لانه الزمن بدا خلاص مشي، انا يعني فتت مع بعض نصف من البرنامج، حاحاول اني اقفز سريعا. استاذه نفيسه يعني هنتكلم عن
مشاركة المرأة في الحكومة على ضوء الإطاري، ويعني الأيام القادمة هل تم تحديد نسب معينة أو مناصب معينة وغيرها، وإن كان الآن هو ما في مناصب معلنة لكن وجوده الآن عامل كيف؟ طيب، هو في الأساس في موضوع مشاركة المرأة، الاتفاق الإطاري هو ضمن أو كفل الحقوق باعتبارها حقوق دستورية اللي هي بتسمح الحق في المشاركة السياسية والمشاركة بجميع أشكالها بالنسبة للمرأة. فيما يلي موضوع النسب تحديدا، هو الاتفاق الإطاري محدد نسبة 40% أو على حسب مقترح الدستور لتيسيرية نقابة المحامين، 40% للمرأة في كل هياكل الحكم بما فيها المدارس التشريعية المحلية وغيره من الأشياء دي. ما في شكل بتاع يعني مناصب او كده، لكن نعم. يعني بنلقى انه في مفوضيه المراه مثلا، هي مفوضيه يعني عندها قانون خاص وعندها وضع خاص اللي هي بتهتم بفكره وضع المراه في السودان، وان احنا كيف نقدر يعني نخلي المراه هي ما تحتاج ذاته لفكره بتاعت نسبه بتاعت 40%. نصل لمرحله بتاعت انه يكون حرفيا الفكره بتاعت المشاركه السياسيه بناء على الكفاءه وبناء على القدرات في الشعب يعني، او سواء في المراه او في الرجل يعني. طيب رايك الشخصي شنو في النسبه دي او في المشاركه دي مقارنه مثلا بمشاركه سابقه؟ والله يعني هو تاريخيا لو رجعنا لموضوع مشاركه المراه سياسيا، ده بنلقى انه تاريخيا كده يعني السودان من اوائل الدول في افريقيا اللي اعطت المراه حق المشاركه مثلا في البرلمان في 65. كان حاجه يعني لو جينا عاينا بنلقى انه كندا ادت المراه حق المشاركه في البرلمان في الخمسينيات، نهايه الخمسينيات، لكن بعد ذاك بنجي بنلقى انه حصل تدهور لحركه المراه. يعني جينا بعد ذاك شفنا فتره السبعينيات وشفنا ازدهار لحركه المراه. خلينا اقرب لك اكثر استاذه نفيسه، خلينا امشي معك لحد 25 اكتوبر. مشاركه المراه ما قبل 25 اكتوبر. في حسب اتفاق سلام جوبا، هو كان برضو ادى الحق 40% للمشاركه في جميع هياكل الحكم. الوثيقه الدستوريه كانت ادت 40% في البرلمان الوطني القومي. جات اتفاقية سلام جوبا عدلت لانه 40% في جميع الهياكل. للامانه الحاجه دي هي ما حصلت، ما وصلنا نسبه 40% بشكل كامل. خلينا نتكلم عن انه احنا محتاجين ذاتنا كنساء، الحاجه دي هي ما تمت ليه؟ لانه انا ما دايره اظلم في حق المراه في ذاتها في نفسها، لكن يعني لشكل بتاع عنف وشكل بتاع يعني تهميش حاصل للمرأة السودانية طيلة عمرها. ف يعني بنلقى انه في حالة بتاعت انه حتى المرأة السودانية ذاتها بقى ما في إرادة سياسية لمشاركة سياسية حقيقية. يعني هل أصابتها حالة انهزامية في رأيك؟ يعني هي ما انهزامية لطاقات مثلا، هي ما انهزامية. يعني بنلقى انه فترة الإنغاس هي أثرت على كل المجتمع، في أسلمة بتاعت ثقافة وفي أسلمة بتاعت خطاب، أثرت على حتى الأحزاب السياسية. خلينا نتكلم حاليا، هي متواجدة في الفترة الانتقال في الوضع السياسي الحالي ده، هي ذاتها اتأثرت في وضع الإنغاز. يعني تحديدا المرأة السودانية نجي بنلقى إنه حصل لها تأثير كبير. يعني نجي بنلقى إنه الإنغاز عمل على أسلمة الثقافة، أسلمة الخطاب، بعد المرأة ذاته عن المشاركة السياسية، وخدتها في قالب معين وفي إطار معين ذاته حجم من دوره في المجتمع. بسرد الحادث اللي حصلت دي بنلقى انه هي المراه ما زالت للان واقع في سر التهميش ده. للان يعني النساء في بلاد عظيمات طبعا دي حاجه ما فيها اثنين ثلاثه، لكن محتاجين لاراده سياسيه حقيقيه لان احنا نقتل حقوقنا. في النهايه احنا قاعدين نقول انه حقك تحرسه ما بيجيك، يعني حقك لابد من ان انت تلاقيه وتطلعه بصوره حقيقيه. يعني اذا الدستور كفل لنا انه احنا عندنا 40%، احنا محتاجين نقاوي الحق ده في الفتره الجايه ونضمن ال 40% بصوره جاده. يعني مفهوم. طيب أستاذة مريم، يعني هل بتعتقدي أنه هذه الأزمة التي يعيشها السودان الآن خاصة في المشهد السياسي، المرأة أو السياسية الحاضرة الآن في كل هذه الظروف، في رأيك إمكانية أن يكون لها أثر، أو ما هو المطلوب منها حتى يكون عندها أثر ودفع لهذه العملية لمخرجات أفضل وإيجابية في الفترة القادمة؟ والله طبعا هي ما خلت حياة عشان يكون عندها أثر. المرأة زي ما تفضلت أستاذة نفيسة عندها وجود تاريخي، يعني من أو أمهات القياديات النسويات في أفريقيا والشرق الأوسط. يعني وجودها نمسك من الثورة ديسمبر المجيدة، المرأة عندها دور. المرأة أول حاجة 60% من الشعب السوداني، ما أنا في تقديري مرأة 60%.
خلينا نحسبها لك. السودان نقول فيه 47 مليون نسمة، تمام؟ 47 مليون نسمة دي 60% منهم شباب. المرأة في ال 60% شباب بتطلع معاكي تقريبا، يعني ال 60% من الشباب بتطلع معاك من 25 ل 28 مليون نسمة، ال 60% منها بتطلع معاك من 15 ل 13، من 13 ل 15 دي براء مرأة. يعني الرجل 13 الشاب والمرأة الشابة 15 مليون نسمة. تعالي للمرأة الغير شابة في 47 ل 60 برضه بتطلع معاك ال 10 من 10 ل 13. إذا المرأة السودانية باعتبار 60% بتطلع معاكي تقريبا ب 25 ل 28 مليون نسمة، دي مرأة كان شابة كان ما شابة. ده هنا بيعزز لك الكلام بتاع 40%. إذا it is unfair تكون هي 40% إذا كان وجودها في المجتمع 60%. 60% كشاب أكثر من الشباب، و 60% كمرأة كعنصر بتاع مرأة. طب امشي لي برضه في الحسابات شوية لجوه للموجودات الآن، يعني على أرض نعم. الواقع داخل الأحزاب نعم. من أقصى اليمين لأقصى اليسار نعم. كلهم نعم جايك لحد الجامعات كمان. المرأة وجودة في الجامعات 80% في الجامعات. والمرأة العاملة، يعني احنا لسه ما حسبنا المرأة ما شغالة، مش ربة المنزل، ربة المنزل زائد المرأة العاملة الأشغال الهامشية ستات الشاي والعاملات دي ما في إحصائية في السودان عشان نقدر نطلعها. الإحصائية اللي بتكلم عنها 25 28 مليون نسمة مرأة، دي المرأة المعروفة المحسوبة. 80% هي المرأة سواء كان في الجامعات سواء كان موظفة. ده بيسحب طوال، بيسحبنا للسؤال بتاع طموحها ووجودها في الدولة. للأسف طبعا العناصر بتاعت بختلف مع أستاذة نفيسة في عناصر تحجيمة، هم كده مكبوسين في حتة لغاية الوظائف بتاعت كل وظائف الدولة. يعني لو مشيت وظائف الدولة كلها المرأة العاملة هي 80% هي مرأة. لو طلعت فوق على مستوى المناصب التنفيذية والسيادية بيكون فيه شنو؟ في مكابح. عندها سببين. السبب الاولاني له علاقه بتركيبه المراه وجودها في الاسره، يعني انت هسه احنا لو فاضلتي ما بين اسرتك واولادك ووجودك في مناطق حريه العمل العام صعب جدا بالمناسبه، بتلقاها خلاص انكسرت حجمت طموحها وجود، لكن خلاص هي قفلت في الحته دي. الجزء الثاني النظره عقليه الرجل ايوه ده رجيمه طريقه الرجل نظرته الشرقيه اللي فيها يعني انت لا احسن لك ما بتقدري شغل صعب عليك انا قافل المراه في الخانه. دول العنصرين اللي انا شايفاهم المعالجه ليهم ما بين حقنا وننتزعوا. الرجل السوداني ده ما راجلنا، ابونا واخونا وحياتنا كلها كده زوجك وكده. فانت المجتمع الان بقى قريه، المراه الان في المجتمعات نقدر نقول متحضرة بتنظر للمرأة نظرة قوية جدا. 40% في مجتمعاتهم هم هنا. فإذا نظرنا للرجل من الاستقلال لحد هسه هو المتصدر قائمة الفشولات. الفشولات الفشولات من الاستقلال لليلة، ما هو كلها حكومة، كان حكومة انقلابية وكان حكومة ديمقراطية وكان حكومة انتقالية وكان الفيدباك شنو في النهاية. فنحن بنقول يعني لو إذا سمحتوا ما عايز اقول انف زي انف، لكن ده بقول خلاص ادوا فرصه للمراه ان هي اتيحوا لها افسحوا لها المجال ان هي تتصدر قياده العمل السياسي او العمل العام، لان هي ما عندها الجراه بتاعت المخالفات. ابتدي من المخالفه المروريه والمخالفات في العمل العام والفساد، يعني ده كله المراه. طيب استاذه انا والله بعد كده بفضل التفاني انتهى زمني نعم. لكن برضو دايره منك كلمه صغيره اخيره عن توقعاتك وقراءتك والايام الجايه دي سياسيا، يحصل شنو الاطاري والمجريات والتغييرات كلها، كلمه صغيره. انا هي طبعا سيناريوهات كثيره. انا بتوقع انه الاتفاق الاطاري من حيث الاتفاق الاطاري هو ناجح وحينجح، سواء كانت بامل انه قوى الحريه والتغيير المركزي ان هي تفتح الباب عشان ما تكون هي اقصد نفسها بنفسها، لانه السودان وطن يسعى الجميع. انا بتوقع انه ما بالقيد الزمن المعلن بتاع قبل رمضان ولا بعد رمضان ده، وانما في اسرع وقت. المناخ مناخ وفاقي بحكم المصالحة الإقليمية اللي ذكرت عليك قبل نعم. وبتدي السودان فرصة ذهبية ما حتتعوض. فبتوقع إنه يكون في مصالحة
الآن الشعب السوداني استجاب للمصالح الوطنية، دي هي الحصان الرابح. مفهوم. طب أنا كنت قلت لك داخل سكنت أسألك نقطة ثانية أخيرة، ما هي المشتركات بين نساء الأحزاب والتنظيمات السياسية؟ قبل أنا قلت لك سيرك من الأقصى اليمين لأقصى اليسار، لكن ما وقفنا عند سريع تنظيمات المشتركات، يعني أنت ممكن تشوفي القواسم المشتركة بين بين مثلا نساء الأحزاب السياسية مثلا، يعني على اختلاف يعني والتنظيمات السياسية نقص اليمين الأقصى اليسار بصورة عامة، يعني ما هم كلهم حاجة مسمى النقاط اللي ممكن يشتركوا فيها مثلا وتخلق توافق مثلا أو آية واحدة مستهدفة. والله المرأة كانت إذا اشتغلت في العمل العام كقبيلة مرأة بعيدا عن المناظرة السياسية والمحاكات والتقاطعات والمصالح بتاعت الآن موجودة، أنا بتقدر تحدث تغيير. مفهوم. شكرا لك كثير أستاذة مريم الشريف الهندي رئيس تجمع المهنيين الاتحادية، شكرا جزيلا. أستاذة عالية أقدر أسمع منك برضو كلمة أخيرة قبل ما أختم معك. أنا موضوع المرأة ده يعني بطلب منك، ده طلب ورجاء، أنا مفرد لنا فيه يوم كامل ثواني ما بتكفينا في موضوع المرأة. السادة الآن في تيم البرنامج يقول ما السادة وتيم كبير وبنتجين كلهم موجودين بهناك إن شاء الله. طيب يعني طلبك على عيننا وعلى رأسنا. أنا لأنه زمن البرنامج بقى لك ضيق حامشي لك سريع في موضوع المرأة وما حيكفيني، لكن لو جبتنا في حلقة هنتكلم عن موضوع المرأة. أول حاجة 25 ولا 40 ولا 30 النسبة اللي اتخطت هي استنادا لدستور الفترة الانتقالية 2005. دستور الفترة الانتقالية 2005 خط 25 ده بناء على مؤتمر المرأة في رومبيك، هم اللي قالوا يا أخي نحن نخط المرأة للنسب، لأنه كان الناس المنتمين للحركة الشعبية أنا واحدة منهم، كان المرأة ما بتمرق بالساهل، فكانوا يشجعوها في حين بأنك أنت لو جيتي نحن حنلقى لك مقعد جاهز. ده كان برنامج تشجيعي كويس، لأنه الوضعية كانت وضعية حرب، عشان مرة تمرق لك من البيت وتجي تحارب وشنو كده، فكانت وضعية صعبة. دكتور جون كان هو سمارت خط الحية ده عشان يشجع المرأة على الدخول في العمل العام. لكن أنا استغربت وفوجئت في دولة زي السودان العمر أكثر من 67 سنة لسه بتقسم بنسب. This is so bad. ليه أنت بتقسم بنسب؟ بيز أون وات؟ كويس ده واحد. اثنين، المرأة السودانية المشاكل بتاعتنا لسه موجودة في الساحة دي كلها. اختصر لك في حاجة واحدة، ليه نحن ما موجودين في السيادة؟ ليه ما في مرة في الكلية الحربية؟ ليه ما في مرة دفعة كباشة ولا دفعة برهان عشان تجي بالأقدمية حقتها تكون في السيادة عشان تطلع لنا قرار يتماشى مع المرأة السودانية؟ نحن ما موجودين لأنه في رأس الهرم ما موجودين. بيجيبونا تمام جرتك، شنو بنقص المرأة عشان ما تخش؟ يعني احنا عندنا تجربة في الجيش الشعبي، المرأة بتخش مع الرجل في كلية حربية في أكاديمية واحدة، ما في حاجة حصل لك، ما في حاجة بتحصل لك. ليه بتجيب المرأة كادر فني وبتدخل العسكري عسكري؟ دي الأساس بدأ من هنا، همشتك في شكل التأسيس لأنك انت تكوني موجودة معي. عشان كده لما نجي عشان أشكل المجلس السيادي أقوم أجيب ناس، أجيب مرأة مدنية وتخاف منك انت تشوف العلامات الحمر دي. سيدات الان لا في سيدات، لكن مع عسكريات، ثلاثه سيدات مع عسكريات تخش هناك برهان وكباش ده ينهاروها بتطلع كويس مسكينه، لكن احنا دايرين مرأة عسكرية. سيادية عسكريه ايوه، ما عندنا شلون عسكريات، ليه ما موجودات هسه الليله ده واحد. اثنين، ليه ما سالنا روحنا برهان يوم من الايام ما طلع السيده الاولى؟ شيمون هيم حتى في يوم المرأة العالمي انه ما يكون عندنا لرئيسنا المرأة الاولى تكون قاعده جنبه في الكرسي في كل المحافل الدوليه. ليه المشكله شنو؟ وين النسوان اللي بيدافعوا عن الحقوق وبيطالبوا بحقوق؟ اول حاجه نحن المفروض كنساء نطالب بها نمشي نقعد مع الرئيس. يا اخي انت ما بنبيك تبقى كيف، هو ما رئيس جمهوريه، هو كيف اوكي طلع لنا المرأة خطيه جوا لشنو؟ طلع علينا سيده اولى، ده حق بالمناسبه، السيده الاولى حق، هو ما 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 حاجه بتفضل بها برهان على زوجته في البيت. نو ده اسم، يعني لازم نحن نفعل لي. لو نحن ضمننا السيدة الأولى فعلا بنضمن قراراتنا بتمشي، لأن نحن سوسات سرير بنقدر الموضوع ده بشكل كويس أوكي. بعد ذاك يعني المرأة دي مراحل، في حاجات كثيرة عشان كده قلت لك المرأة دايرة لها حلقة كاملة. المرأة بالرغم من إنه الفعاليات السياسية في الوسط السياسي كله ما قدرت تتفق، المرأة اتفقت في دستور المحامين في سلام روتانا برعاية ناس فولكر، كنا مشينا قعدنا كلنا وأي زول بيحمر للتاني، لكن لمتنا حاجة واحدة إنه إحنا نساء كويس. وبرضه أقول لك حاجة طريفة، الجماعة نسونا في الدستور ما خدتوا لنا. بعد ما قفلوا الدستور أظن الخواجات دي قالوا لهم يا أخي البند بتاع المرأة ما في، فقاموا عملوا حاجة كده بكر سريع ملحق سريع كده وقالوا يا أخي خلينا نحن نمشي ندعو النساء. لكن الحاجة الأبريشيات ما في مرة نادوها في الورشة بتاعت الدستور للنساء واعترضت عشان الخلفية السياسية حقتها. يبقى النسوان هم اللي بيقدروا يطلعوا البلد دي من المخرج والأزمة اللي فيها. ما في
بعد اقول لي يعني اي راجل بيفكر في بدلته، لكن النسوان حيطلعونا من المخرج طالما قدروا يقعدوا في السلام روتانا الوضع الدستور حيطلعونا. شكرا لك استاذه عاليه ابونا الناطق الرسمي باسم الكتله الديمقراطيه. شكرا. ثانك يو استاذه نفيسه، يعني دار رؤيتك وختامك وتوقعاتك واستشرافك بطريقتك الخاصه كمان. طيب بس انا حعلق على كلام استاذه عاليه في نقطه، يعني فكرة إنه المرأة المدنية أو يعني تحديداً فكرة إنه المرأة يمكن، يعني هي قالت إنه بتتهرش. أنا بالنسبة لي الحاجة دي ما يعني أنا ما هي ما مطلقاً، لكن يعني أنا بالنسبة لي ثورة ديسمبر دي هي طلعت لنا كمية من النساء اللي هم يعني كانوا مع الـ مع الـ مع الـ مع الرجال شباب تحديداً أو كبار في السن كتف بكتف. إحنا عندنا صائدات بومبان بيكونوا في المواكب عديد، يعني عندنا نساء سياسيات جو في مناصب في الفترة الانتقالية، جو في منصب بتاع ولاية والي ولاية، جو في منصب بتاع يعني كان أعلى السلك الدبلوماسي في سفارة الخارجية وزير خارجية وغيره. يعني فأنا بالنسبة لي المرأة السودانية بطبيعتها قادرة، وبس يعني أنا بتفق هي 40% يعني بتفق معاهم برضو في النساء بتقولين دي لسنا في الساعة. يعني إحنا هو ما بالعدم، هي دي نماذج واحدة. أيوة الآن النداء بالتوسيع. يعني الفرص، نعم إعطاء الفرص. أنا ذاتي يعني الحاجة اللي أنا أقول إنه أنا بتفق معهم هم ذاتهم مع يعني أي إنه المرأة لما نتناقش كنساء في الأساس إحنا متفقين في الحد الأدنى على الأقل إحنا كنساء وقضايانا كنساء، لكن يعني أي هي 40% دي خالص احنا ممكن ما نقول عليها منطقيه، بحسابات باحصاء بدور باثر بتاريخ ودور وحاجات زي دي. لكن يعني خلينا نامل اسيا معلش يعني اسيا مع في ظل الخلاف ده كله احنا كنساء متفقات، احنا متفقات في شنو يعني سياسيا كده مثلا متفقين في يعني طيب تحديدا في مشروع اخطر حاجه يعني تحديدا الاسئله المهمه هي سالتيها متاخر خالص. لا مش عشان الحلقه كلها مهمه والله يا استاذ الحلقه كلها مهمه، لكن انا بس لانه يعني احنا الان مشكلتنا في المشهد السياسي كله الاختلاف. يعني نقول احنا نساء متفقات سواء كان في الاحزاب او تنظيمات سياسيه سواء كان يمين او يسار او ايا كان نقطه الالتقاء متفقات في شنو احنا بنسمع. طيب بس تحديدا المشروع حق الدستور لادماج قضايا النوع اللي هو تم كان من قبل اليونيتامس، المشروع ده كان يعني ضم كميه من النساء هم من كيانات سياسيه مختلفه من مجتمع مدني بامكانياته المختلفه باشياء ببنات اعضاء لجان مقاومه وغيره من الحاجات دي. اتفقوا في قضاياهم كنساء، اتفقوا في الحق الاساسي حق التعليم حق الصحه الصحه الانجابيه صحة الأولية للمرأة، اتفقوا في الحقوق حقة المشاركة وعدم التمييز ورفض العادات الضارة. اتخذت شكل بتاع يعني مشروع كامل لأنه كيف الآليات الإجرائية الممكن مستقبل. أنا ما قلت لك إن الاتفاق الإطاري ضمن باعتبار أنه حق دستوري للمرأة، ضمن حقوق المرأة دستوريا، لكن يعني إحنا جينا في المشروع الدستوري تحديدا تكلمنا بصورة إجرائية وتفصيلية أكثر في شكل الآليات. أنا أوردي خارج الزمن لي 5 دقائق. شكرا لك كثير أستاذة نفيسة بكر التجمع الاتحادي. أستاذة مريم يبدو أنه إحنا يعني نأمل حقيقة في لقاء يتجدد بيكون في مساحات مختلفة. أستاذ عالية يعني طلبك على العين والرأس والنيل الأزرق دائما هي تفتح المساحات يعني مشرعة أمام استضافات تنير قضايا المرأة وتستفيد منها، ونعدك إذا حضرتك زمنك سمح بلقاءات بيكون جميعا. شكرا جزيلا، كل عام وأنت بخير عزيزتي أينما كنت. مشاهدين الكرام انتهت هذه الحلقة من حديث الناس، وحفظ الله السودان.